بسم الله الرحمن الرحيم. أنا دكتورة باسانت عصام، مدرس في قسم الباثولوجي في القصر العيني. وإن شاء الله في الفيديو ده وكمان فيديوهين بعديه هنشرح الجزء بتاع الـ intracellular accumulations and extracellular depositions. يعني إيه الكلام ده وإيه المشكلة هنا؟ إيه الباثولوجي؟ الباثولوجي هنا إن في حاجة زيادة غريبة بايظة كتير، يعني دي الاحتمالات تكون متكومه في التيشو، سواء ان هو جوه الخلايا بنسميه intracellular accumulation او في الانترستيشيال تيشو او اللي هو الاكسترا سيلولر ديبوزيشن. خلاص، يبقى انا عندي هنا حاجه مش طبيعي انها تكون موجوده، اما بقى هي بايظه اصلا او كميتها كتير. يعني هنشوف المشكله فيها ايه بالظبط. طيب بتقرا بقى كده عندنا في الكتاب الاول بمقدمه عن ايه هي الاوبشنز بتاعت حاجات ممكن تاكيوميليت جوه الخليه، ايه هي احتمالات ان حاجه تكون مش طبيعيه accumulating جوه الخلايا. بيقول لك الاحتمال الاول ان الحاجه دي تكون طبيعي اصلا تكون موجوده في جسمنا، زي الفات مثلا او الكربوهيدرات، ده شيء طبيعي جدا، جسمي فيه فات وكربوهيدرات طبعا، والماتيريال الاكيوميليتنج دي الاستراكشر بتاعها طبيعي خالص، بس في مشكله في الميتابوليزم بتاعتها مثلا، يعني فعماله تاكيوميليت جوه الخلايا. زي اهو بص، ووتر، بروتين، كربوهيدرات وليبيد، الحاجات دي مكونات اساسيه في جسمي، دول انديجينس سبستانس طبعا، وممكن يكون هما طبيعيين جدا جدا ما فيهمش اي مشكله، ولكنهم في مشكله في الميتابوليزم بتاعتهم فعمالين ياكيميليت جوه الخلايا. وطبعا هنشوف اكزامبلز للكلام ده كتير جدا، ده مجرد انترودكشن يا جماعه. فالمهم انه دي مواد طبيعيه جدا، طبيعي انها تكون موجوده في جسمي، الاستراكشر بتاعها طبيعي، لكن في مشكله عندي في الميتابوليزم فعماله تتحوش جوه الخلايا بتاعتي. زي مثال مشهور جدا اللي هو الفات اكيوميليشن في الليفر سيلز، او اللي هو بنسميه ستياتوزس او بالعربي دهون على الكبد. هنا الفات سيلز بتاكيوميليت فات، الليفر سيلز اسفه، بتاكيوميليت فات جواها. طيب الفات ده طبيعي اندوجينس ماتيريال؟ اه طبعا هو اندوجينس ماتيريال مش اكسوجينس. طيب هو الاستراكشر بتاعه نورمال؟ اه هو نورمال زي الفل، بس هو في مشكله في الميتابوليزم بتاعه فعمال ايه يتكوم جوه ايه الليفر سيلز. دي حاجة. او انه ممكن يعني هو نفس المعنى يعني، ولكن مديك اكزامبل تاني، انه الانزيمز المسؤول عن الميتابوليزم دي فيها جيناتيك او اكوايرد ديفكت، زي مثلا اللايزوزومال ستورج ديزيزز، ودول ديزيزز مش ديزيز واحد، مجموعه من الديزيزز جيناتيك. الناس دي بيكون عندها انزيمز ديفكتيف، فبتبدا الماتيريالز اللي هم الانزيمز دي مسؤوله عن الميتابوليزم بتاعتها تاكيوميليت جوه الخليه. اوكي، يبقى المثال الاولاني ده ببساطه مواد طبيعيه ما تكون موجوده في جسمي، وهي في الحاله دي الاستراكشر بتاعها زي الفل وطبيعي وكل حاجه، ولكن الميتابوليزم بتاعتهم هي اللي فيها مشكله، انزيم مش موجود، انزيم كسلان، يعني هنشوف بقى اكزامبلز للكلام ده، فبالتالي عمالين يتحوشوا جوه الخلايا بتاعتي. تمام، ده المثال الاولاني. المثال الثاني ان هي تكون ماتيريال اندوجينس وكل حاجه، بس عند الشخص ده فيها مشكله، فيها ابنورماليتي، ميوتيتد مثلا. اوكي، زي هنا مديك مثال مرض اسمه الفا 1 انتي تريبسن ديزيز. الالفا 1 انتي تريبسن ده انزيم موجود عندي وعندك وعند الناس كلها، اندوجينس سبستنس طبيعي خالص، في بعض الناس بيكون ميوتيتد في الجين المسؤول عنه اللي بيعمله ميوتيتد، اوكي، جينيتك ميوتيشن، فبالتالي الالفا 1 انتي تريبسن عند الشخص ده بيكون بايظ. الليفر سيلز وهي المسؤوله عن الالفا 1 انتي تريبسن فورميشن تحلف بالله تقول لك ابدا ابدا ما اطلعه وهو بايظ بالمنظر ده، انا هفضل احوشه جوه الخلايا بتاعتي، مش هطلعه وهو بايظ كده. وفعلا الالفا 1 انتي تريبسن في الناس دي بيبقى ديفكتيف في البلاد وعمال ياكيوميليت جوه الليفر سيلز، ومع الوقت هيبدا ينجر الليفر سيلز ويبوظها، ويبدا يند في هيباتايتس وتليف بقى في الكبد وليفر سيل فيلير والكلام ده كله، حاجه يعني قمه الايثار من الليفر. اوكي، يبقى ايه اللي حصل هنا؟ الماتيريال اندوجينس، اه اندوجينس موجوده عندي وعندك وعندنا كلنا، عند اشخاص معينه فيها جيناتيك ميوتيشن بايظه عندهم، فالليفر سيلز ما ترضاش ان هي ابدا ابدا تسكريت البروتين ده وهو بايظ بالمنظر ده، فيبقى ناقص في الدم، خلاص ماشي مش موجود في الدم، وكمان عمال ياكيوميليت جوه الليفر سيل، ابنورمال انتراسيلولر اكيوميليشن. اوكي، ويبدا بقى في الاخر هيعمل ايه؟ ديزيز. يبقى شفت الفرق بين الاحتمالين دول؟ الاثنين دول مواد طبيعيه. اوكي، طبيعي ان هو يكون موجوده جوه جسمنا، انتوجينس سبستانس، كلنا عندنا الحاجات دي جوه جسمنا، بس في رقم واحد هو الماده كانت كمان الاستراكشر بتاعها زي الفل، بس في مشكله في الميتابوليزم بتاعتها فعملت اكيوميليت جوه الخلايا، سواء بقى انزيم ديفكتيف او الماده بتتعمل كتير او مش عارف اعمل لها سيكريشن، حاجات كتير هنشوف لها اكزامبلز. فدي رقم واحد، ماتيريال اندوجينس وستراكشر بتاعها طبيعي بس مشكله في الميتابوليزم.
طب المثال التاني، لا دي ماتيريال اندوجينس عندي وعندك، في عند بعض الاشخاص عندهم بقى هي ميوتيتد بايظه اب نورمال، فما نرضاش ان احنا نسكريتد بالمنظر ده ونفضل ناكيوميليتد جوه ايه الخلايا. ده الايه، ده الاحتمال التاني. الاحتمال التالت بقى انها تكون ماتيريال اكسوجينس، دخلت جسمي والجسم ابتدت طبعا الخليه يعني ليها افضال علينا، يعني واحد مش هيقدر يقول اللي هي الماكروفيتش جت اكلتها خلاص بس ما عرفتش تتخلص منها. مثال مشهور جدا جدا عندي وعندك برضو الكربون، احنا كل يوم بنشم هوا فيه نسبة بوليوشن، والكربون ده بيخش الرئة بتاعتنا، مين بتيجي تاخده من تاخده عشان تنقذنا؟ المين؟ الماكروفيجز. تيجي تاكله وبعدين تلاقي ايه ده، طب وانا مش عارفة اتصرف في البتاع ده، فيفضل يأكيوميليت جوه الماكروفيج ويبدأ ايه، هنشوف برضو شكله بيعمل حاجة بنسميها انثراكوزس. اوكي، طب الوضع ده الماتيريال دي اندوجينس؟ لا لا دي اكسوجينس، دي جايه لي من بره. طب نورمال تكون موجوده في جسمي؟ لا طبعا مش طبيعي يعني اني اكون عندي كربون جوه ايه اللنج بتاعتي. تمام، يبقى دول كده مقدمه عن الاحتمالات بتاعه الانترا سيلولار اكيوميليشن، يا اما ماتيريال اندوجينس موجوده في جسم الناس كلها وفي الشخص ده كاستراكشر هي طبيعيه بس في مشكله في الميتابوليزم بتاعتها فعماله اكيوميليت ايه جوه عنده الخلايا بتاعته. تمام، سواء بقى زي ما قلت لكم انزايم ديفكتيف، الماتيريال اصلا ببروديوس بريت عالي جدا، الميتابوليزم مش ملاحقه عليه، مش عارف اعمل لها سكريشن من الليفر، وات ايفر. اوكي، دي رقم واحد، ماتيريال طبيعي اندوجينس في جسمنا وهي طبيعيه بس في مشكله في الميتابوليزم بتاعتها. الاحتمال الثاني انها ماتيريال طبيعيه تكون في جسم عندنا كلنا اندوجينس ماتيريال بس في بعض الناس فيها مشاكل ميوتيتد او ابنورمال ستراكشر، ففي الحاله دي برضو عمرنا ما هنرضى نسكريتد وهنفضل ناكيوميليتد كده جوه الايه، هو في الاغلب طبعا اللي بيبقى مسؤول عن القصه دي الليفر، والمثال اللي موجود قدامكم اللي هو الفا 1 انتي تريبسين ده بيبقى بروديوسد بالليفر فعلا، فلما بيكون ميوتيتد عند بعض الناس الليفر مش بيرضى يعمل له سكريشن وبيسيبه جوه ياكيوميليت جوه الهيباتوسايتس، فيبقى في عندنا intracellular accumulation. الاحتمال الثالث انها material exogenous اصلا من بره الجسم، مش طبيعي انها تدخل الجسم من الاساس، زي المثال المشهور جدا 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 وهو الكربون اللي inhaled due to inflammation وده بيaccumulate جوه خلايا اللي هي اسمها macrophages عندنا في اللونج. اوكي، دي كده مجرد تقسيمه لكن احنا لسه هناخد examples كتير جدا لكل الحاجات دي. طيب انا هنا عملت زي اندكس للشابتر، ليه؟ الشابتر ده للاسف العناوين فيه كتير وفي حاجات زي مثلا البيجمنتس موجوده قدامكم شوفوا تحتها واحد واثنين واثنين تحتها كذا حاجه والهيموجلوبين ده لوحده كذا تحتيه كذا حاجه وموضوع بيبقى واسع قوي فحطوه، فانا عايزاك دايما دايما السلايد دي تكون قدام عينك زي فهرس كده اندكس للشابتر، كل ما اخلص حاجه هجيب لك السلايد دي واقول لك احنا هنا عشان تبقى عارف بس احنا ماشيين ازاي. تمام، طيب هنبدا اول حاجه عندنا اللي هي الليبيدز intracellular accumulation للليبيدز، وبنقول ان الليبيدز اللي ممكن تاكيوميليت ممكن تبقى الترايجلسرايدز وده اشهر حاجه اللي هنبدا بيه دلوقتي، ممكن كوليسترول، ممكن فوسفوليبيدز. اوكي طيب يلا نبدا بالترايجلسرايدز، موضوع مشهور جدا 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 مهم جدا 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 اللي هو استياتوزيس او فاتي تشينج. اوكي، يعني ايه فاتي تشينج؟ هو اول حاجه abnormal accumulation، طبعا عشان نحطه في الباثولوجي لازم يكون موضوع عشان يبقى الدرس تبع يعني قسم الباثولوجي لازم يكون في حاجه ديزيز abnormal، فهو abnormal accumulation of ايه، of triglycerides. فين؟ في البارينكمال سيلز بتاعت بعض ايه الاورجنز. يعني ايه بارينكمال سيلز؟ مبدئيا البارينكمال سيلز اللي هي الخليه الاساسيه في الاورجن، يعني مثلا لما اقول لك البارينكمال سيلز بتاعت الليفر اللي هي انا قصدي بيها الهيباتوسايتس، ليه؟ اصل الليفر ده فيه خلايا تانية، مش فيه ميزنكايم وفيه بلاد فيسلز وفيه فايبروبلاست وفيه كلام كتير كده بس ده ما يهمنيش، المهم البارينكمال سيل بالنسبه لي اللي هي ايه الهيباتوسايت. لما اقول لك ان البارينكمال سيلز بتاع الثايرويد انا قصدي الثايروسايت او اللي هي الثايرويد سيل اللي هي بتطلع ايه الثايرويد هرمون، فهنا احنا حاصل accumulation لفات triglyceride namely يعني جوه ايه البارينكيمال سيلز، وده سببه ايه؟ يا اما بعمله كتير يا مش عارفه اتصرف فيه. اوكي، يبقى يا اما بيخش كتير triglyceride كتير بيخش جوه الخليه، يا اما مش عارفه ان انا ايه اتصرف فيه، عندي مشكله في الميتابوليزم بتاعته. طيب هو الموضوع ده خطر؟ الاغلب لا، يعني الفاتي تشينج لو بالكميه قليله
ويعني الموضوع بسيط غالبا بيبقى ريفرسبل لو المشكله اتحلت، لكن لو الموضوع طول قوي 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 وكان عنيف قوي 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 هيبدا مثلا لو هتكلم على الليفر هيبدا ينجر الهيباتوسايت نفسها ويعمل فيها انفلاميشن، حاجه بنسميها هيباتايتس، وهناخد ان شاء الله الانفلاميشن السنه الجايه. ولكن خليني اقول لكم بس ان انفلاميشن يعني انجر، يعني نقدر نسميها كده بطريقه بسيطه يعني. اوكي، فالفاتي تشينج ده لو هو بسيط وتصلحنا السبب يرجع وخلاص مفيش مشكلة مش خطر، لكن لو طول قوي وما تصلحش السبب هيبدأ الفات ده ينجر الهيباتوسايتس دي ويعمل فيها التهاب اللي هو انفلاميشن اللي هو اول شابتر ان شاء الله السنة الجاية. والالتهاب ده بيؤدي في بعض الاحيان لانه يعمل هيلينج في بالفايبروزس، فايبروزس يعني تليف، وده الشابتر الثاني السنة الجاية ان شاء الله. هي ايه الريبير بتاع الانفلاميشن ده؟ يعني الانجري عملت التهاب اللي هو الانفلاميشن، الهيلينج بتاع الالتهاب ده او الريبير بتاع الالتهاب ده ممكن يؤدي الى فايبروزس او اللي هو تليف، والتليف ده قد يقضي على الفانكشن بتاعة الليفر كومبليتلي. اوكي، ففي بعض الاحيان الاستياتوزيس ده لو طول جدا وكان نسبته عنيفة والسبب بتاعه ما تصلحش هيبدأ يؤدي إلى التهاب، والالتهاب قد يؤدي إلى تليف اللي هو قد يعني يقضي على الفانكشن بتاعة الليفر. لكن في العادي الفاتي تشينج مش خطر على فكرة. روح كده أي مركز أشعة بيعملوا سونار، بص كده على تقرير السونار اللي طلع هتلاقي فاتي تشينج دي كأنها اسطمبة عندهم، كل المصريين فاتي تشينج فاتي تشينج فاتي تشينج كلنا يعني. بس الموضوع في الأغلب بيكون بسيط قوي قوي وريفرس، عشان بس ممكن تكون الفيدنج هابتس بتاعتنا مش احسن حاجه. لكن عند ناس معينه لو الموضوع عنيف ومطول ممكن يؤدي الى انفلاميشن انجري للهيباتوسايتس والتهاب فيها، وقد يؤدي بعدها الى ايه الهيلينج بتاع الانفلاميشن ده بيحصل بفايبروزس اللي هو تليف وقد يقضي على الليفر فانكشن. تمام، يبقى تاني انت بتقولي ايه اللي حصل مشكلتك هنا. انا مشكلتي ان انا عندي ايه abnormal accumulation للترايجليسرايدز جوه البارينكمال سيلز intracellular accumulation. ليه؟ وهنشوف طبعا دلوقتي بطريقه احسن ليه، لان يا اما بعمله كتير يا اما مش عارفه اتصرف فيه، في مشكله في الميتابوليزم بتاعتي. خطر؟ لا، في الاغلب مش خطر، لكن لو طول ممكن يبقى خطر. طيب ايه اشهر اماكن الاستياتوزس؟ هو واضح جدا جدا من كلامي ان الليفر هو اهم مكان. ليه؟ لانه ده مصنع الميتابوليزم بتاع الليفر، الميتابوليزم بتاع الفات بيحصل هنا والترايجليسرايد بيحصل هنا في الهيباتوسايت، فاكيد اكيد اكيد اول خليه هتتعب جدا معايا هي الليفر سيل او ايه الهيباتوسايت، ده الموست كومن سايت. لكن في اورجانز ثانيه، كل ما كان الاورجان معتمد على الليبيد للفانكشن والميتابوليزم بتاعته كل ما كان ممكن يبقى متعرض للايه الفاتي تشينج. تمام، لكن اشهر مكان ايفر واضح جدا من كلامي والامثله اللي انا بقولها هو الليفر. تمام، طيب ايه هي اسباب الفاتي تشينج؟ يبقى انا كده قلت ديفينيشن، عرفت مين اللي اكيوميليتنج وفين انتراسيلولر جوه البارينكمال سيلز. اشهر بارينكمال سيل الليفر، اشمعنى المعقل بتاع الليبيد ميتابوليزم. طيب وفهمنا ان الموضوع ايه قد يكون خطر لكن ممكن لو بسيط يبقى ريفرسبل. طيب ايه الاسباب؟ هو هنا حاطط لك لستة كده، تعال الاول نشوف بيعملوا ايه وبعدين هيبقى سهل ان احنا نعرفهم. دي دايجرام مبسط جدا للميتابوليزم بتاعه الفات جوه الليفر، بيقول لك بقى اسباب الاستياتوزس قد تكون كالاتي: يا اما اني باخد فات كتير، سمبلي يعني باخد فات كتير، فبالتالي الفات اللي هيروح الليفر كتير فبالتالي هيكسيد الميتابوليزم بتاعتي فهيبدا ياكيوميليت جوه ايه الليفر. فاول حاجه انكريز دايتوري فات زي ايه في الاوبيزيتي، خلاص انا باخد فات كتير فبيخش الانفلوكس بتاع الفاتي اسيدز جوه الليفر كتير فهيكسيد الميتابوليزم فهيبدا ياكيوميليت. ده واحد. اتنين العكس بقى، ان انا استرفيشن بالعكس، فبالتالي ببدا اعمل لايبوليسس وبحرك فات من الاديبوس تيشو كتير زي في الاوبيزيتي وزي برضو في الدايابيتس ميليتس بيبداوا يعملوا لايبوليسس ويحركوا الفاتي اسيدز من الاديبوس تيشو ويبعتوها على الليفر، او الكورتيكوستيرويدز تعمل نفس الحكايه برضو الكورتيزون. تمام، يبقى واحد باخد فات كتير، اتنين بحرك فات كتير من الستورز فبالتالي كل ده هيعمل لي انفلوكس للفاتي اسيدز كتير جوه الليفر، او اني اكون اعمل لايبوجينيسيس كتير. اوكي، زي الالكوهول مثلا، الالكوهول بيزود اللايبوجينيسيس ايه جوه الليفر، بنعمل فات كتير. يبقى التلاتة دول القصة بتاعتي فيهم ايه؟ فات كتير
بيت ايه بي بيبقى بيدخل الهيباتوسايت، سواء ان انا واكلاه او محركاه من الاديبوس تيشو او مصنعه. طيب المشكله التانية تبقى ايه؟ دول كده كلهم تبع الاكسس فات. المشكله مشاكل بقى اللي بعد كده ايه؟ تبع الميتابوليزم، مش عارف اعمل اوكسيديشن للفات ليه؟ يا اما في هايبوكسيا فبالتالي مش عارف اعمل اوكسيديشن مفيش اكسجين، يا اما توكسنز، والتوكسنز دي ممكن تنهبت الاكسديتيف انزيمز. توكسن زي ايه؟ مثلا ادويه معينه. خلاص يبقى ادي كده ثلاث مشاكل اللي هم اللي فوق دول، ثلاث مشاكل في الفات كتير، سواء باكله كتير بحركه من الاديبوس تيشو كتير، او ايه بعمله كتير. اوكي دي نوفو لايبوجينيسيس، ادي ايه اللي هو اكسس فات. او مشاكل بقى في الميتابوليزم، انا مش عارف اعمل له اكسيديشن، سواء انه في هايبوكسيا نقص اكسجين، او ان في حاجه عامله لي انهبيشن للاكسيديتيف انزيمز زي الدراج. اخيرا مش عارف اخرجه من الايه الفات، من الهيباتوسايت، مش عارف اخرجه من الهيباتوسايت. زي مثلا الكحول بينهبت السنسز بتاعت الايبولايبوبروتين، فبالتالي بينهبت او بيقلل يعني اللايبوبروتين ايه فورميشن والسكريشن بتاعه الترايجليسرايد. خلاص ادي الميكانيزمات اللي موجوده عندكم في الكتاب، وكل الاسباب انا هتلاقيني حطيتها لك في مكانها هنا. نقولهم تاني، احنا زي ما كنا قايلين في الديفينيشن، يا اما اكسس فورميشن يا اما ديفكتيف ميتابوليزم. اكسس فورميشن يبقى يا اما باكله كتير اوبيزيتي، بحركه كتير من الستورز زي الاستورفيشن والدايابيتس ميليتس والكورتيكوستيرويدز، بصنعه كتير زي الكحول بيستيميوليت القصه دي. يا اما مشاكل بقى في الميتابوليزم، مش عارف اعمل له اكسيديشن ليه، يا اما هايبوكسيا نقص اكسجين، او انه في انهبيشن للاكسيديتيف انزيم زي التوكسينز والدراجز، الدراجز يعني كاكزامبل. اوكي او ان انا بقى مش عارف اعمل لايبوبروتين، مشاكل في الابولايبوبروتين وبالتالي في اللايبوبروتين فورميشن والسكريشن بتاعه الترايجليسرايدز زي ايه برضو الالكول. اهم تعالوا نقراهم بقى من عندكم الكتاب. اكسسيف انتري اول ثلاثة، ديفكتيف ميتابوليزم اخر اثنين. طيب اول حاجه اللي هي increase fatty acid entering the liver، الاستارفيشن والكورتيكوستيرويدز، احنا قلنا دول لانهم بيحركوا بيعملوا lipolysis وبيحركوا الليبيد من الستورز. increase triglyceride formation lipogenesis زي الالكوهول. impaired lipoprotein secretion from the liver، وده برضو كان الالكوهول اللي هي كانت اخر واحده. او decrease the fatty acid oxidation زي الهايبوكسيا وزي التوكسنز. اوكي اللي هايبوكسيا نقص اكسجين، والتوكسينز بتكون ايه اللي هي بتنهبت الاكسيديتيف انزيمز. تمام كده انا كلمتك عن ديفينيشن وفهمنا ايتيولوجي، والايتيولوجي ده حطيناه على باثوجينيسيس يعني مين بيعمل ايه، وحطيناهم على الدايجرام، يتذكر على الدايجرام احسن حاجه. وبعدين قلنا ان الموست كومن سايت هو ايه الليفر. فتعالوا بقى نتكلم عن شكل ايه الفاتي تشينج في الليفر. اوكي ايه هي شكل الفاتي تشينج في الليفر، او اللي هو بنسميه هيباتيك استياتوزس. تعالى كده نتخيل، تخيل انت كده ليفر متكون فيه فات، متوقع ايه حجمه؟ هيبقى اخباره ايه؟ اكيد هيكبر، مش في فات بيأكملك جواه، يبقى هيكبر. طيب لونه هيبقى عامل ازاي؟ هيبقى مصفر، لان هو نور الليفر الطبيعي بيبقى ريد براون كده، لكن في حاله الاستياتوزس بتلاقيه ابتدى يبقى ايه اكتر مورو في يعلو. اوكي مصفر. طب الاحساس بتاعه ايه؟ يعني الكونسيستنسي، الكونسيستنسي بتاعنا في الباثولوجي هما ثلاث حاجات: سوفت فيرم هارد. سوفت زي الاير بنه، امسك كده الاير بنه بتاعتك، ده احساس السوفت عندنا. فيرم زي النوز الكورتليج بتاع النوز، ده احساس الفيرم بالنسبه لنا. هارد زي البون بتاع السكال، دايما احنا بنعلمها كده، سوفت زي الاير بنه، فيرم زي الكورتليج بتاع النوز، وايه هارد زي على قرطك كده البوني، ده هو ده ايه احساس الهارد. طيب الليفر ده متوقع يبقى ايه؟ متوقع طبعا يبقى سوفت، مدهن سوفت وجريزي كده. ليه؟ لان جواه فات. ادي شكل ايه الليفر، ده ليفر طبيعي اهو. اوكي ده اكبر، مصفر اكتر، ده مور اوف براون، ده مور اوف يالو. اوكي وايه بيبقى سوفت. طيب احنا بقى عندنا ادي جار اهو، ده اول جار عندكم عندنا هتاخدوه من جارات الباثولوجي، وده ليفر فيه استياتوزس. بيبقى عايزين نقول، عايزينكم تقولوا فيه انه الليفر ده كبير واصفر وسوفت. بس جينا هنا بقى في مشكله، احنا الجارات دي بندرسها لكم على الداتا شو صور يعني،
وحتى قبليكو لما كنا قبل الكوفيد كنا بندرسهم على الجارز، برضو كان التيشو ده محطوط جوه ازازه جار، اوكي، فبالتالي برضو ما حدش بيمسكه، فما ينفعش اقول سوفت. هقول سوفت ازاي؟ هو انا مسكته ده يا صوره يا جار، فهنعمل ايه؟ لا، في انديكيشن من الشكل اللي قدامنا ده تانديكيت انه سوفت. اه، في ايه بقى الانديكيشن دي؟ انه انت لما بتقطع في حاجه ناشفه دايما تلاقي الايدج بتاعها شارب، يعني لو ده حاجه ناشفه كان الايدج بتاعه يبقى نازل كده شارب كده. ليه؟ تخيل كده بتقطع في مثلا قالب جبنه رومي هيبقى شارب كده، انما لو قطعت في قالب جيلي هتلاقيه بالجنج كده جاي على جنب كده. ايه هو الراوندد او بالجنج بوردر ده؟ ده دليل على ان التيشو ده سوفت كده من نفسه، مش حاجه ناشفه واقفه ماسكه نفسها فيرم او هارد، لا. اوكي، فمن الصوره دي في دليل ان هو سوفت. اه، في اهو ان البوردر بتاعه مدور كده وبلجنج كده، ده دليل على ان التيشو ده رخو شويه سوفت كده، مش ناشف وماسك نفسه فيرم. تمام، يبقى احنا في الجار ده هنقول ايه؟ هقول ان الليفر ده كبير واصفر وسوفت، وهتكتب لي ان هو سوفت لان البوردرز بتاعته راوندد او بلجنج، فده انديكيشن ان هي ايه؟ سوفت. وده اول جار عندنا ان شاء الله في الباثولوجي. يبقى الجروس بيكتشر بتاعت الفاتي تشينج في الليفر، ليفر كبير واصفر وايه وطري، طري سوفت. عرفتيها ازاي؟ عرفتها من الراوندد بوردرز بتاعته وانها مش شارب. تمام، طيب ايه اخبار بقى المايكروسكوبيك بيكتشر؟ قبل ما اقول سوري المايكروسكوبيك بيكتشر، هوريكم كمان جار تاني عندنا اكزامبل تاني للفاتي تشينج او الاستياتوزس في الهارت، الاورجان اللي قدامنا ده هارت. طيب ايه اللي حصل؟ الهارت ده برضو هتلاقيه كبير، اوكي، وابتدت تبقى فيه حتت صفراء. يعني لو ده لون الهارت اللي هو يعني برضو بيبقى الماسلز بتاعته كده مور اوف براونش جراي براون كده، ابتدت واضح هنا ان فيه حتت صفراء، اوكي. فاللي شاف المنظر ده قال لك ده الهارت ده حتت صفرة على حتت بني، شبه بالظبط القطه دي اللي هي بنسميها تابي كات، نوع قطط كده بيكون مشهوره قوي في مصر، فكره مصر من البلاد اللي بيبقى التابي كات دي موجوده فيها كتير، بتبقى الترنيتنج كده ايه براون في يالو، فايه يعني خيال طبعا بس ما علينا، يعني ايه ان هم ايه قالوا انه الفاتي تشينج في الهارت ممكن نسميه تابي كات. ادي التو جورز اللي عندنا في موضوع الاستياتوزس، الاورجان الاشهر ايفر للاستياتوزس اللي هو الليفر، لانه مفيش حد في الدنيا متبهدل من الفات قده، اوكي. وقلنا بنقول ان الليفر ده كبير واصفر وطري، لارجت ويالوتش وسوفت، وسوفت دي دليلها انه عنده راوندد بوردر مش شارب. ان شاء الله في الاميلدوزس ممكن اوريكم مثال تاني لليفر تاني، هتلاقي البوردر بتاعته واقفه نازله كده شارب كده، فده دليل على انه ناشف فيرم. الاكزامبل التاني اللي هو عندنا الفاتي تشينج في الهارت، وقلنا انه ده برضو اورجان، يعني نقول انه هو بعد الليفر بشويه بس ممكن يحصل فيه فاتي تشينج، فهو اصلا لونه بني وفي حتت صفرة، فقال لك ده منظره منظر التابي كات، وهنشوف الكلام ده ان شاء الله في العملي. انا بس بجيبهم كده كيعني كاكزامبل ابلكيشن للكلام اللي انا بقوله، لكن طبعا في سيشنز مخصوصه للعملي. تمام، طيب تحت الميكروسكوب بقى بتشوفوا الاستياتوزز ازاي؟ لا، هو الحقيقة احنا ما بنشوفش الاستياتوزس، ما بنشوفش الفات، احنا بنشوف قطره. يعني ايه بتشوفي قطره؟ اصل الفات ده احنا عشان نعمل سكشن عندنا، يعني عشان نعمل شريحة، التيشو ده بيعدي في مراحل كتير كتير وطويلة من الالكوهول وكونسنتريشنز مختلفة وزايلين وكلام كتير جدا جدا، فبالتالي بيبدأ ايه الليبيد ده يدوب وبيسيب مكانه فاضي. يعني احنا بنشوف مكان الليبيد فاضي، اوكي. طيب عندنا احتمالين، يا اما تلاقي الخليه مليانه دروبلت صغيره 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 من الليبيد، اوكي، وايه يعني النيوكليس في النص اهي، وفي مليان دروبلت كتير 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 من ايه من الليبيد دي. شايفين الحاجات الدروبلت البيضه البيضه، يعني لو تلاحظوا كده كانه في دروبلت بيضه وحواليها ريم باقي من السيتوبلازم، دروبلت بيضه وحواليها ريم باقي من السيتوبلازم، كان هنا مثلا في جوه الخليه دي او دي مثلا في يجي ايه 10 ولا 20 دروبلت من الايه من الليبيد دي. الاحتمال الاولاني اللي هو بنسميه مالتيبل سمول دروبلتس، اوكي، ليبيد دروبلتس صغننه 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 ودايبه فسايبه لي مكانها ايه فاضي، مالتيبل وسمول دروبلتس، ده الاحتمال الاول، احنا بنسميه مايكرو فيزيكولار استياتوسس، بس مش مهم الاسم ده مش مكتوب عندكم في الكتاب. لكن الاحتمال الاول
دروبلتس كتيره من ايه، من الليبيد جوه الخليه. الاحتمال التاني انها تبقى فاكيولا واحده كبيره وزقه النيوكليوس تو وان سايد. شايفين الخليه دي كل السيتوبلازم بتاعها عباره عن الليبيد فاكيول الكبيره دي، والنيوكليوس يا عيني اهي مزقوقه كده على ايه، على جنب. اوكي نشوف واحده تانية مثلا، دي اهي كل الخليه ايه المليانه الليبيد فاكيول دي، والنيوكليوس بتاعتها مزقوقه على جنب. غير بقى مثلا دي، دي لا دي بصوا فاكيول فاكيول دروبلت 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 كتير 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 وصغننين. اهي دي دروبلتس كتير وصغننين والنيوكليوس في النص، اوكي مش مزقوقه ولا حاجه. دي دروبلتس كتير والنيوكليوس في النص، وكذلك دي. فدول الشكلين، مالتيبل سمول دروبلتس والنيوكليوس عادي مش مزقوقه ولا حاجه، سنجل لارج فاكيول والنيوكليوس مزقوقه تو وان سايد. اللي شاف المنظر ده قال لك والله ده شبه خاتم الخواتم يعني، فبيسموها السيجنت رينج ابييرنس. السيجنت رينج ده في قديم الازل الملوك كانوا بيعملوا الختم بتاعهم على الخاتم عشان يبقى لابسه يعني، بحيث ان هو يختم بيه، فايه فسموه سيجنت رينج. وده شكل مش على فكره سبيسيفيك للفات يعني للخليه اللي اكيوميليتنج جواها فات، لا هنقوله في حاجات كتير وفي تيومرز وحاجات كده ليها شكل السيجنت رينج. لكن هو لما بنلاقي خليه مليانه حاجه، الحاجه دي بتدوب مننا اثناء البريباريشن والنيوكليوس بتاعتها مزقوقه وان سايد، بنسميها سيجنت رينج. خلاص عشان بس تبقوش فاكرين انه السيجنت رينج دي حاجه سبيسيفيك للفاتي تشينج في الليفر، لا موجوده في حاجات تانية كتير. تمام ماشي. يبقى احنا كده قلنا شكل الاورجان اللي بيكون فيه فاتي تشينج شكله ايه، جروسلي ايه، كبير واصفر وطري جريزي. طيب شكله تحت الميكروسكوب ايه؟ والله في احتمالين، الخليه يا اما تبقى فيها مالتيبل سمول دروبلتس، كان في هنا فات وداب اثناء البريباريشن فبيسيب لك مكانه دروبلتس كده، او سنجل لارج فاكيول برده فات وديزولف ديورنج البريباريشن وساب لنا ايه مكانه فاكيولا كبيره ايه واحده وزقه النيوكليوس تو وان سايد، بيبقى شكلها سيجنت رينج. احنا بنسمي ده مايكرو فيزيكولار استياتوزس وده ماكرو فيزيكولار، بس الاسامي دي مش مهمه عليكم خلاص، مش مطلوبه منكم يعني. فدول ايه، دول الاحتمالين في صورة الفاتي تشينج اللي عندكم كمان في عملي كمايكروسكوبيك بيكتشر. بس هنا طبعا واضح ان كل اللي قدامنا تقريبا سيجنت رينج، كلهم عبارة عن خلايا فاكيولا واحدة والنيوكليس مزقوقة فاكيولا واحدة كل اللي قدامي ده يعني انا مش هقعد اشاور، هم كلهم المنظر ده ايه، هي عبارة عن خلية والنيوكلي مليانة ليبيد والليبيد دايب والنيوكليس بتاعتها مزقوقة. في العملي عندنا لما بنيجي على الداتا شو مثلا، لو انا جايبه لك زي واحده زي دي، بيبقى ساعات بيبقى عليها سؤال من الاسئله المشهوره جدا جدا جدا، explain the appearance of this cell، يعني هي ليه الخلايا دي عامله كده؟ هتقول له علشان هي فيها intracellular accumulation لليبيد، والليبيد ده عامل single large vacuole، والليبيد ده داب اثناء البريباريشن due to the application بتاع الالكوهول والزيلين، فبالتالي ساب لي ايه مكانه leading to secret ring appearance. سؤال تاني يجي يقول لك ايه مثلا، يشاور لك على اي واحده من دولك ويقول لك نيم ذا ابييرنس اوف ذيس سيل، تكتب له سيجنت رينج ابييرنس. دي مثلا امثله للعمل اهو. شوف احنا في اول موضوع، في اول موضوع عندنا في الانتراسيلر اكيوميشن خدنا جارين وخدنا ايه سلايد بتوع الاستياتوسس. تمام طيب ادي كده كان الموضوع الاولاني المهم جدا بصراحه للحياه ومهم طبعا للامتحان وواضح انه مهم للعملي، اللي هو الاستياتوزس او فاتي تشينج ده ابنورمال انتراسيلولر اكيوميليشن للترايجليسرايد. فين؟ في البارينكمال سيلز. موست كومنلي فين؟ في الليفر. ليه؟ يا بعمل كتير يا مش عارف اتصرف فيه، ما في ابنورمال ميتابوليزم، بعمل كتير دي يا باخده كتير زي الاوبيزيتي، يا اما بطلعه بحركه من الستورز كتير لايبوليسيس زي الكورتيكوستيرويدز والدايابيتس ميليتس والستارفيشن، يا بعمله كتير زي الالكول. ادي كده مشاكل ايه، ان هو اكسسيف انتري. طب ابنورمال ميتابوليزم، يا اما مش عارف اعمل له اوكسيديشن ديو تو هايبوكسيا او انهيبيشن الاوكسيديتيف انزيمز بتوكسين، يا اما مش عارف اخرجه من الليفر سيل اللي هي مشاكل الابولايبوبروتين ودي بيعملها برده الالكول. بعدين اتكلمنا عن شكله جروسلي ومايكروسكوبيكلي، وات ايفر الاورجان هيبقى كبير وطري واصفر. طبعا احنا اهميتنا عندنا في الليفر. اوكي طب وفي الهارت بيعمل شكل اسمه ايه، تابي كات ابييرنس، خيال علمي ما علينا. ماشي طيب تحت شكله تحت الميكروسكوب هتشوف الليبد؟ لا مش هشوفه. ليه؟ داب. امال هتشوفي ايه؟ هشوف قطره. اوكي طيب قطره ده ممكن يبقى عامل ازاي؟ يا اما فاكيولز او دروبلتس صغننه 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 كتير والنيوكليوس في النص عادي، يا اما فاكيولا واحده كبيره زقه النيوكليوس تو وان سايد. المنظر ده بنسميه سيجنت رينج ابييرنس.
آدي أول موضوع عندنا، موضوع غاية في الأهمية. نخش على موضوع تاني وليبت تاني وبيبقى فيه accumulation. الحقيقة يعني هي في حاجات هنا هقولها اكسترا سيلولار، فيعني خلينا نشوف، لكن هو هنا ابنورمال اكيوميليشن للكوليسترول. الكوليسترول ده اندوجينس ماتيريال، اه طبعا اندوجينس ماتيريال وموجود عندنا كلنا ومهم جدا في السيل ميمبرين سنسس ومهم جدا في بعض الهرمون سنسس زيهم زي يعني اشهرهم يعني الاستروجين. الاستروجين والتستوستيرون وكل السكس هرمونز دي كلها حاجات بتعتمد على الكوليسترول في السنسس بتاعتها. اوكي، فهو طبعا ماده اندوجينس وطبيعيه، لكن ساعات تحصل مشاكل فيه او يأكيوميليت بزياده. زي برضو موضوع لا يقل ابدا في اهميته عن الاستياتوزس في الحياه، اللي هو اثيروسكليروزس. يعني ايه اثيروسكليروزس؟ مرض تصلب الشرايين، مرض مشهور جدا 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 في كل الناس الكبار سنا، اللي هو الاثيروسكليروزس. ايه اللي حصل هنا؟ الناس دي بيكون الكوليسترول عندهم عالي في الدم، فلو حصل اي انجري في الاندوثيليال لايننج اللي هي اللايننج بتاعه الفيسلز من جوه، احنا عندنا الشرايين دي ليها وول وليها من جوه لايننج بنسميه اندوثيليال لايننج. فلو حصل اي انجري كده للاندوثيليال لايننج ده والدم ماشي جواها والدم فيه كوليسترول زياده، يبدا الكوليسترول ده يخش جوه الفيسل وول وياكيوميليت جوه الفيسل وول. فين ممكن ياكيوميليت؟ جوه السموث ماسل بتاعت الفيسل وول. ما احنا الفيسل وول ده ازاي يعني يعني متكون من ايه الوول بتاعه؟ في سموث ماسل، فممكن ياكيوميليت جوه السموث ماسل او الماكروفيج، او بصراحه ممكن ياكيوميليت اكسترا سيلولار برضه في الماتريك في الستروما نفسها بتاعت ايه الفيسل وول. يبقى تاني ايه اللي حصل؟ عيان عنده كوليسترول كتير، اي انجري في الاندوثيليال لايننج هتدخل لك الايه الكوليسترول ده جوه الوول، يا اما يقعد في الاكسترا سيلولار ستروما عادي، يا اما ايه يقعد جوه السموث ماسل سيلز او الماكروفيتشز. طيب هتشوفيه ازاي الاثيروسكليروزس ده؟ هبدا اشوف الليبيد. هشوف الليبيد؟ لا احنا ما بنشوفش الليبيد، الليبيد بيدوب اثناء البريباريشن اوف سيكشنز. هشوف برضو اثره، وهنا ليه شكل مميز قوي الكوليسترول كريستلز دي، شكل الكريستل كده بيكون عامل زي كليفت زي الشق كده، فبشوف كليفت لايك سبيسز فراغات فاضيه وشكلها كليفت لايك. شايفين دي ودي 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 شقوق 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 فاضيه. ايه الشقوق دي؟ ده مكان الكوليسترول بس هو داب ايه اثناء البريباريشن. دي صوره لو باور، شايفين برضو كل دي الشقوق دي اللي قدامنا دي، وهنا جبتها لك ايه هاي باور. اوكي، فده كده ايه ده الاثيروسكليروزس، هو ابنورمال اكيوميليشن للكوليسترول. فين؟ هنا جوه الفيسل وول، يا اما اكسترا سيلولارلي في الماتريكس عادي، يا اما جوه السموث ماسل سيلز او جوه الماكروفيجز. طيب معلومه يعني ممكن كنت اعدي خلاص وكده انا خلصت كلامي او الكلام اللي عندكم في الكتاب، لكن معلومه ممكن تكون جت في دماغ حد منكم. انت بتقولي مرض تصلب الشرايين، تصلب يعني يعني بتبقى ناشفه يعني. طب ده اللي دخل ليبيد، مش انت لسه قايله لنا في السلايد اللي قبل اللي فاتت ان الحاجه اللي بيأكيوميليت فيها ليبيد بتبقى طريه وسوفت والبوردر راوندد، وقعدتي قلت لنا الكلام ده. طب ليه هنا تصلب؟ الليبيد ده لما بيخش بيندوس انفلاميشن انجري، يعمل انجري للتيشو ويندوس انفلاميشن التهاب، والالتهاب ده بيعمل فايبروزس قوي جدا. اوكي، فبيخلي الفايبروزس بقى بيخلي اي تيشو يحصل فيه فايبروزس بيخليه ناشف جدا ومتصلب كده. فعشان كده بنسميه مرض تصلب الشرايين، مع ان الماده اللي دخلت جواها ليبيد وطريه وكل حاجه، لانها عملت انفلاميشن التهاب، والالتهاب ادى لفايبروزس اللي هو تليف، والتليف ده بيكون ناشف، وده بقى بيزود الطين بله زي ما بيقولوا. ليه؟ لان المفروض الفيسلز بتاعتنا دي طريه والاستيك كده وحلوه، مش طريه قوي يعني بس الاستيك كده وتروح وتيجي عشان ضغطنا يبقى مظبوط. اوكي، لكن لما الفيسل ده ينشف كده ويبقى عامل شبه الماسوره، ماسوره الميه اللي عندنا في البيت كده، الضغط جواه هيزيد، ولما الضغط جواه يزيد ده يعور الاندوثيليال سيلز اكتر، فالليبيد يخش اكتر فيزيد الاثيروسكليروزس، فنعمل فايبروزس اكتر، فالفايبروزس يزود الضغط ونبدا نخش في فيشس سيركل. الاثيروسكليروزس يخش يعمل فايبروزس فيخلي الفيسل ناشف فيزود الضغط، والضغط العالي يعور الاندوثيليال سيلز لان جواها الضغط عالي، فيعور الاندوثيليال سيلز فيدخل ليبيد اكتر، ونفضل بقى في هذه الفيشس سيركل. الاثيروسكليروزس يعمل هايبرتنشن يعلي الضغط يعني، والهايبرتنشن يساعد الاثيروسكليروز، ونفضل نلف في هذه الدايره الى ما لا نهايه. تمام، دي معلومه سايد، يمكن قلت بس حد فيكم هيفكر ليه سكليروزس وتصلب
وانتي اصلا بتقولي اللي دخل ليبيد، لان الليبيد ده بيعمل فايبروزس، والفايبروزس ده بيخلي الفيسل ناشف، وده هيزود الموضوع. تمام، يبقى كده احنا اتكلمنا عن اول اكزامبل ابنورمال اكيوميليشن للكوليسترول فين؟ جوه الفيسل وول، اكسترا سيلولري او انترا سيلولري. اوكي طيب، وبتشوفيه ازاي؟ بشوف مكانه لان هو داب، بشوفه از كليفت لايك سبيسز. تمام، دي اول مثال. المثال الثاني اللي هو المثال الثاني عندنا لكوليسترول عامل abnormal accumulation حاجة بنسميها زانسوما. زانس يعني أصفر بالنسبة لنا في الباثولوجي أو في الطب، يعني زانس يعني أصفر، وأوما بقى عند الدكاترة الباثولوجي يعني ماس، يعني ليجن أقدر أوصفه وأديله diameters وكده، وأقول ده أنا عندي مثلا في إيده في حتة كده كالكوعة كده مقاسها 3 × 2 شكلها مدور كده، ده اسمه عندنا ماس. يعني كل شابتر ان شاء الله التيومرز السنه الجايه هتلاقي الشابتر كله اوما، يعني كله اوما، لايبوما، هيمانجيوما، كارسينوما، ساركو، كله اوما اوما اوما. فاوما يعني ماس في الباثولوجي. اوكي، طبعا اشهر استخدام ليها هي التيومرز، الاورام. اوكي، لكن في حاجات كتير تانية في الباثولوجي ممكن تعمل لنا ليجن، ورم يعني، مش ورم، ماس محدده كده. اوكي، اقدر اديها دايمنشنز كده واوصفها واقول مكانها وشكلها وكده، ومش تيومرز ولا حاجه زي الزنسوما دي. وهناخد السنه الجايه برضو في الانفلاميشن في حاجه اسمها جرانيولوما وهكذا. تمام، فالمهم يعني زانس يعني اصفر، اوما يعني ماس، فالناس دي بتكون عندهم كلكيع كده او ماس لونها اصفر. بصوا شايفين المنظر ده والمنظر ده، دول هم زانسوما اهم الحتتين دول. تمام، طب ايه بقى اللي حصل عند الناس دي؟ الناس دي عندها هايبر ليبيديميا. هايبر يعني كتير، ليبيد ايميا يعني في الدم، يبقى في عندهم ليبيد زياده في الدم، سواء اكوايرد بقى او هيريديتوري وايا كان السبب، وبيبقى في اشكال والوان مختلف، يعني اسباب كتير جدا مختلفه، وناس كبيره وناس صغيره وحاجات، يعني مش ده مش مرض واحد معين يعني. فالمهم ان في هايبر ليبيديميا، والليبيد ده يبدا يخش في التيشوز، تيجي الخليه حبيبتنا اللي بتاكل لنا اي حاجه تخش عندنا زياده او غريبه اللي هي الماكروفيجز، فتيجي تاكلها، تاكل الليبيد دي، وبيبقى شكلها السيتوبلازم بتاعها ظريف جدا، يعني مفروض ان هم دول الماكروفيجز. اوكي، السيتوبلازم بتاعهم مفروض بدل ما هو احمر بقى مرغي كده. المرغي ليه؟ بسبب الليبيد اللي بيأكيوميليت فيه، شبه رغاوي الصابون، لانه accumulating lipid، والليبيد ده داب اثناء التحضير، فبيبقى شكلها فومي او شبه رغاوي صابون. لما تتجمع بقى مجموعه من الفومي ماكروفيجز دول تعمل لنا بعينينا جروسلي ماس صفرة اللي هي زانسوما. اوكي، وده المثال الثاني لتجمع الكوليسترول. يبقى انا كده قلت مثالين لتجمع الكوليسترول، الاثيروسكليروزس، وهنا التجمع حصل فين؟ في البلاد فيسلز اللي هو مرض تصلب الشرايين، وفهمنا ليه تصلب مع ان اللي تجمع فيه كانت ماده طريه وجريزي اللي هي الليبيد. دي حاجه. الحاجه الثانيه اللي هي الزانسوما، ودي ناس عندها هايبر ليبيديميا، الليبيد دخل في التيشوز اخدته ماكروفاجس، فعمل لي شكل ظريف مايكروسكوبيكالي وجروسلي. مايكروسكوبيكالي ماكروفاجس السيتوبلازم بتاعتها مرغيه كده شبه رغاوي الصابون، ليه؟ لان فيها ليبيد. اوكي، والليبيد دخل لها فتحه وداب هو اثناء البريباريشن. الحاجه الثانيه شكلها جروسلي ماس صفراء زان سوما. اوكي، فده كان الاكزامبل الثاني للليبيد اكيوميليشن اللي هو الكوليسترول. نيجي هو للاندكس بتاعنا اللي احنا اتفقنا عليه. احنا كده الحمد لله خلصنا اول حاجه عندنا اللي هي الليبيد. اوكي، هو اغلبهم صراحه كان انتروسيلولر، بس انا حبيت برضو ان انا احط جنب الكوليسترول اكستروسيلولر، عشان في الاثيروسكليروزس ساعات بيكون اكستروسيلولر. وبنشوفه ازاي؟ بنشوفه حاجه ما احنا ما بنشوفوش، احنا ما بنشوفش الليبيد، احنا بيدوب مننا اثناء البريباريشن، فبشوف مكانه اللي هو مكانه ده ممكن يكون مالتيبل سمول دروبلتس صغيرين، او سنجل لارج فاكيول كترايجلسرايد، انما الكوليسترول بشوفه بيكون عامل زي الكليفت لايك سبيس. تعالوا بقى نروح لتاني تشينج عندنا، او تاني اكيوميليشن عندنا اللي هو الهايلاين تشينج. تاني بقى ابنورمال اكيوميليشن عندنا حاجه اسمها هايلاين تشينج، او الاسم التاني بتاعه بنسميها هايلينوزس.
طيب ايه اللي بيديبوزيت هنا؟ والله هو مش حاجة معينة، يعني مش مادة معينة، يعني هما مجموعة حاجات مختلفة، كل كونديشن بيكون حاجة مختلفة، بس اغلبهم بروتينز الحقيقة. لكن مفيش، مش زي مثلا الليبيد لما اقول لك هنا اكيوميليتنج ترايجلسرايد وهنا اكيوميليتنج كوليسترول، الموضوع كان واضح. لا، هو هنا ابنورمال ديبوزيشن، بيبان شكله جلاسي بينك، يعني بينك وبيلمع كده قوي يعني براق كده في الاتش اند اي سيكشنز. اوكي، طب هو انترا سيلولر ولا اكسترا سيلولر؟ لا، هو ممكن يبقى كده وممكن يبقى كده، عندنا اكزامبلز لده وده، وهناخد ايه اكزامبلز لده وده. يبقى تاني ايه هنا الديبوزيشن الغريب؟ هو في ديبوزيشن لحاجه، الحاجه دي ممكن تبقى بروتين ممكن غيره، هقول لك كيس باي كيس زي ما احنا ايه واحنا ماشيين. اوكي طيب، لكن اللي يجمعهم كلهم ان هما شكلهم بيبان في الاتش اند اي سكشن حاجه بينك جلاسي وهوموجينس. هوموجينس يعني ميه واحده، مش محببه ولا حاجه، يعني ميه واحده لون واحد، وايه وجلاسي بينك يعني بينك لامع، وده ممكن يبقى انترا سيلولر او ايه اكسترا سيلولر. طب حاجه مهمه، هو الهايلينوزس ده تشخيص؟ يعني انت ممكن تقولي العيان ده عنده هايلينوزس؟ لا، ده مش تشخيص، الف سلامه عليه، مفيش حاجه اسمها كده. الهايلينوزس ده تشينج ممكن يحصل مع امراض كتير قوي زي ما انتوا هوريكم دلوقتي، حاجات ايش تيومر على حاجات هيلينج على حاجات انفلاميشن على حاجات اشكال والوان ايه ايه مختلفه من ال من الديزيزز. فهو مش مرض، يعني انا ينفع اقول العيان ده عنده استياتوزس؟ اه ينفع. عنده اثيروسكليروزس؟ اه ده تشخيص. عنده زانتوما؟ اه ده تشخيص. لكن مفيش حاجه اسمها العيان عنده هايلينوزس. هايلينوزس في ايه؟ او هايلينوزس يعني عنده ايه ومعاه هايلينوزس، فاهمين قصدي؟ فدي بوينت مهمه، ان ده ديسكريبتيف تيرم تحت الميكروسكوب، ما هو ليس تشخيص، مش سبيسيفيك لاي حاجه، مش ديزيز معين يعني. تمام. طيب انت قلتي ان هو ممكن يبقى انترا سيلولر او اكسترا سيلولر، يلا نبدا باكزامبلز. انترا سيلولر ديبوزيشن لحاجه بتبان بالاتش اند اي سكشن هوموجينس جلاسي بينك. اول حاجه عندنا حاجه بنسميها راس البادي. ايه هي الراس البادي؟ ساعات في الكرونيك انفلاميشن، انا عرفتكم انفلاميشن يعني التهاب، الكرونيك اللي هو المزمن، التهاب يعني طويل الامد جدا قعد فتره طويله، وهنعرف ان البلازما سيل دي من اهم الانفلاماتوري سيلز في الكرونيك انفلاميشن، فهي بتيجي وبتقعد في المكان اللي فيه الانفلاميشن ده وبتقعد تعمل شغلها، شغلها اللي هو تطلع ايه، تطلع انتي بوديز او اميونو جلوبولينز. لو الموضوع طول قوي 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 بتفضل الاميونو جلوبولينز دي تاكيوميليت جوه البلازما سيل وتبلي بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، هوموجينس جلاسي بينك. اكيد انتوا شفتوا بلازما سيل في الهيستولوجي، وده ما كانش لونها ولا ده كان شكلها. اه يعني بتبقى حاجه اكيد مدوره ونيوكليس اكسنتريك فعلا، بس ما بيبقاش ده اللون. لكن هنا هو اللون بتاعها هوموجينس جلاسي بينك ليه؟ عشان في اكيوميليشن لفتره طويله للاميونو جلوبولينز جوه السيتوبلازم بتاعه البلازما سيل، فبانت لي بالمنظر ده. يبقى هنا الابنورمال ديبوزيشن ايه؟ بروتين، هو اميونو جلوبولين. تمام. فدي ايه؟ دي اول حاجه عندنا، البلازما سيل اللي منظرها كده بنسميها راس البادي. مش اي بلازما سيل، اي بلازما سيل فيها اكيوميليشن ل اميونو جلوبولينز لفتره طويله ولونها هوموجينس بينك جلاسي كده، دي بنسميها راس البادي. ده طبعا واضح انه انترا سيلولار اكيوميليشن. يبقى هنا الابنورمال اكيوميليشن لمين؟ للاميونو جلوبولين. ده واحد. اتنين، مثال تاني الانترا سيلولار اكيوميليشن في الليفر سيلز. الليفر سيلز في العيانين يعني موست كومن يعني، بس في اسباب تانية اللي هم عندهم كرونيك الكوهوليزم، بياخدوا الكحول لفتره طويله، الكحول ده بيبوظ حاجات كده وفيلمنتس جوه السيتوبلازم بتاعه الهيباتوسايتس، وتلاقيهم يخليهم يتكلكعوا على بعضهم كده، ياجريجيت على بعضهم ويعملوا بادي بنسميه مالوري بادي. بصوا الخليه اهي، انا ماشيه دلوقتي على الخليه اهي، ماشي، ده من بره، وادي النيوكليس بتاعتها، شايفين بقى البينك اللي غامق الجلاسي ده اللي جوه ده؟ ده ايه؟ ده هو المالوري بادي، اللي هو ايه عباره عن زي اجريجيتد كده انترميديت فيلمنتس جوه السيتوبلازم بتاع الايه هيباتوسايت. طب ايه اللي عمل فيها كده؟ الالكوهول، او في حاجات تانية، في بعض الدراجز التانية، بس الالكوهول طبعا هو الاظهر ايه ايفر. ماشي. يبقى اهو هنا الاكيوميليتد هي برضو يعني انترميديت فيلمنتس، من فيلمنتس يعني ايه جوه السيتوبلازم، المفروض انها موجوده طبيعي جوه الهيباتوسايت، لكن الالكوهول بوظها وخلاها كلكعت على بعضها كده وعملت لي المالوري بادي. يبقى الهايلاين تشينج اللي هو الهوموجينس بينك جلاسي ابييرنس ده ممكن انتراسيلولر يعمل لنا اسمين، راسل ومالوري بادس. مين الراسل دي؟ دي بلازما سيل اكيوميليتنج اميونو جلوبولينز. ومين المالوري دي؟ ده بادي جوه الهيباتوسايت
هيماتوسايت ديو تو ايه يعني اجريجيتد كده انترميديت فارمز، وده مشهور جدا 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 مع الكرونيك الكهوليزم. اما المالوري اما الراس البادي ده في اي كرونيك انفلاماتوري بروسس اي حاجه. دول كده تو اكزامبلز للانترا سيلولار هايلاين تشينج. زي ما انتم شايفين قصص مختلفه، سيناريوهات مختلفه، الماتيريال نفسها اللي اكيوميليتد مختلفه. ذاتس واي هالينوزس از نوت ا دايجنوزس. طب اكسترا سيلولار بقى، اول مثال عندنا بيقول لك ايه، ساعات السكار تيشو. يعني ايه سكار تيشو؟ يعني حد تعور تعويره كبيره، مش بتكلم انك اتخربشت اللي هو بنتعوره كل يوم ده، لا يعني حد اتعور مثلا حرق بقى، يعني سكار بتاع عمليه حاجه مهم، يعني جرح قوي كده ممكن بعد سنين لو خدت سكشن من الجرح ده تبص تلاقي ان التيشو بتاعه بقى هايلينوزد وبينك اهو. طيب ايه اللي ديبوزيت؟ لا والله مش عارفين، البايوكيميكال بيزس بتاعته مش معروفه، وده يعني ممكن تكون اول صدمه ليكم بقى في الباثولوجي، ان احنا هنقول لكم كتير احنا ما نعرفش. في حاجات واضحه زي مثلا يعني في ديزيزز واضحه وفاهمينها من راسها لاخرها، وفي ديزيزز زي تيومرز مثلا هنقول فيها ما نعرفش كتير. اوكي، فهنا انا اللي احنا لاحظناه ان في بعض الناس اللي عندهم جروح سكارز وقديمه لو خدت سكشن من السكار ده ممكن الاقي شكله هوموجينس بينك جلاسي. ايه اللي حصل؟ ما اعرفش. ماشي، ادي ايه اكزام، بس ده طبعا اكسترا سيلولار بره الخلايا، فده كده اكسترا سيلولار هايلاين تشينج. مين تاني؟ الاورام الحميده. الاورام الحميده اكثر يعني من الخبيثه. اشمعنى الاورام الحميده بتبقى بطيئه قوي في الجروس بتاعها وممكن تبقى نيجلكتد بالسنين، وممكن حقيقه ما تبقاش نيجلكتد، هي ممكن ما تبقاش الا بقى العيان عارف عن وجودها من الاساس، هي مش عامله له مشكله وحميده وبتجرو بشويش قوي قوي، فبالتالي مش عامله له مشكله، فممكن الخلايا بتاعتها تقدم وتديجنريت وتبدا ايه تبقى مكانها برضو ايه هايلاين، يبان شكلها كانه هايلاين اللي هو الجلاسي بينك ده. اشهر حاجه يحصل فيها الموضوع ده ورم حميد بيطلع من السموث ماسل بتاعه اليوترس بتاعه الستات اسمه ليومايوما. شفتوا اوما اهو، اوما يعني ماس وليومايو يعني سموث ماسل. اوكي، فده ليومايوما ده ورم مشهور جدا 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 في رحم الستات في الريبرودكتيف ييرز اللي هو يعني من سن مثلا 15 ل 45. وعشان هو حميد واحيان كتير بيكون صغير، في ستات ممكن تعيش وتموت وما تعرفش ان كان عندها ليومايوما اصلا، او تلاقيها مثلا كانت بتعمل سونار لاي سبب مثلا عندها مراره ولا حاجه فيقولوا لها والله ده انت عندك 2 3 ليومايوما على اليوترس بتاعك، سيبيهم سيبيهم مش مشكله هم مش عاملين لك مشاكل. حرفيا السيناريو اللي انا بقوله ده بيحصل. فالمهم ان الليومايوما دي ممكن تبقى قديمه ونجلكتت السنين فتبدا الخلايا بعض الخلايا بتاعتها تموت وتبقى ريبليسد بهوموجينس بينك ماتيريال كده. فده اسمه ايه؟ هايلينوزس. اوكي، تعالوا بقى نقول حاجه مهمه بجد، هايلينوزس مهم وخطر وبيعمل مشاكل في عيانين الهايبرتنشن، عيانين الضغط. الضغط عندهم جوه الفيسلز عالي، فتبدا انا حكيت لكم ان الضغط ده ممكن ينجر الاندوثيليال سيلز، فيتخش ايه؟ تخش بعض من البلازما بروتينز اللي هي اوريدي موجوده في الدم ماشيه جوه الفيسل، يخشوا جوه من الاندوثيليال انجري دي ويخشوا جوه الفيسل وول ويبداوا ياكيوميليتوا جوه الفيسل وول ويبان شكلهم هوموجينس بينك. لك ان تتخيل ان ده فيسل طبعا الوول بتاعه تخين جدا جدا جدا. اوكي، وشكله فعلا هوموجينس جلاسي بينك. طبعا هم لما بيخشوا جوه الفيسل وول كده بيتخنوا، فبالتالي بيتخنوا الوول يعملوا ايه في اليومن؟ يضيقوه فيعلوا الضغط ايه اكتر، برضو فيشس سيركل تانيه وبرضو ليها علاقه بالضغط. يبقى حاجه دخلت اللي هي بلازما بروتين، البلازما بروتين دي شكلها بان لنا كده هوموجينس بينك فبنسميها هايلينوزس، دخلت الول وبالتالي ضيقت اليومن وبالتالي علت ايه الضغط. ده غير ان ايه برضو بلازما بروتين دي برضو بتعمل سام سورت اوف انجري وبتخلي الخلايا بتاعه الفيسل وول الطبيعيه اللي موجوده تفرز ماتيريال كده شبه البيزمنت ممبرين، ده برضو بيتخن الدنيا اكتر ويضيق اليومن اكتر ويزود الضغط اكتر. يبقى انا حكيت لك النهارده تو فيشس سيركل ليهم علاقه بالضغط. الفيشس سيركل الاولانيه كان اللي دخل فيها كوليسترول وبان لي اسكليفت لايك سبيسز، اوكي، وده عمل لي فايبروزس فبالتالي زود لي خلى الفيسل ناشف ورخم كده مش بيروح ويجي مع الدم وحلو كده، فالضغط جواه عالي والضغط العالي يعمل انجري والانجري تعمل ايه تدخل كوليسترول اكتر، ودي فيشس سيركل.
طيب اللي هنا بقى ده اللي حصل برضو، ضغط عالي انجر للفسل، دخل بلازما بروتين، البلازما بروتين دي بقت ديبوزيتد جوه الوول فتخنته فعلت الضغط وفيش السيركل تاني. طبعا مش محتاجه احكي ان الاثنين بيحصلوا، يعني ممكن يحصلوا مع بعض في نفس العيان، ما هو هو نفس العيان بتاع اللي عنده هايبر ليبيديميا وضغط، ده بيبقى وبيبقى دايما اولد ايدج كده، هي باكج واحده بنشوفها في نفس العيان. تمام، ده كانت ايه الاكزامبلز بتاعت ايه الهايلينوزس عندنا. يبقى يعني ايه هايلينوزس وهل ده مرض؟ لا مش مرض، ده وصف يحصل معي. اديكوا شفتوا حاجه انفلاميشن وحاجه كالكول وسكار وتيومر وضغط، وايه يعني مفيش تشخيص كده اسمه هايلينوزس، دي أشخ... دي 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 قصص مختلفه، كل واحده فيهم قصه، والماتيريال نفسها اللي باينه لي هوموجينس بينك دي اصلا الكومبوزيشن بتاعتها مختلفه من قصه لقصه فيهم، وفي حاجات مش عارفينها اصلا هي عباره عن ايه زي السكار. اوكي، فاحنا فهمنا ان انا عندي ديبوزيشن غريب يا انترا يا اكسترا سيلولر. اوكي، الديبوزيشن ده بان لي هوموجينس جلاسي بينك وده مش تشخيص. طب لو انتراسيلولر زي ايه؟ الاثنين بادز، الراسل والمالوري. الراسل طبعا مهم قوي الكلام ده في الام سي كيو، الراسل دي عباره عن كرونيك انفلاماتوري سيل، البلازما سيل يعني عماله في هنا كرونيك انفلاميشن مزمن بقاله فتره طويله، البلازما سيل دي عماله تشتغل وتطلع الاميونوجلوبولين، والاميونوجلوبولين ده عمال ياكيوميليت في السيتوبلازم بتاعتها فبان لي از هوموجينس اي جلاسي بينك. اوكي، اللي هي بنسميها الراسل باز. طيب المالوري بادي دي هيباتوسايت، الهيباتوسايت دي الكحول جه بوظ حاجه جواها جوه الميتابوليزم بتاعتها وخلاها ايه تعمل بادي اسمه ايه مالوري بادي، برضو بيبان لي از هوموجينس بينك. اوكي، طيب دي حاجات كلام انترا سيلولر. طب اكسترا سيلولر ايه الاكزامبلز؟ السكارز القديمه، ودي مش فاهمين ليه، التيومرز خاصه الحميده اكتر من الخبيثه، ليه؟ علشان هي بطيئه جدا، الخبيث غالبا يعني يا هيكبر ويموت العيان يا هيتشال او هيتعالج، يعني مش هنسيبه كده يكبر براحته قوي ويحصل فيها الهيلينوزس والكلام ده، احنا هنعالجه يا اما هو اللي هيتصرف ويخلص على العيان. تمام، الحاجة التالتة ودي حاجة مهمة جدا 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 اللي هو الضغط، ودي من ميكانيزمات فعلا الضغط عندنا في تفسير الميكانيزمات بتاعة الضغط، انه الضغط العالي ده وانس انه بدأ عور الاندوثيليال سيل، دخل بلازما بروتين جوه الفيسل وول فهتبان لي كهايلينوزس، وده هيزود الضغط اكتر ونبدأ في قصة يعني بروجريسيف من زيادة الضغط. ليبيد ده تشخيص سواء انه فاتي تشينج او اثيروسكليروزس او وات ايفر، هايلاين تشينج وصف. تعالوا نروح للحاجه الثالثه اللي هو الجلايكوجين. الجلايكوجين ده طبيعي يعني انرجي سورس موجود طبيعي في الخلايا بتاعتنا، مهم للميتابوليزم بتاعتنا، فده طبيعي وجوده اندوجينس نورمال ماتيريال زي ما قلنا في اول سلايد، لكن ساعات يزيد فين؟ يزيد مثلا في الجلايكوجين ستورج ديزيزز. اوكي، ودول برضو ديزيز زي ما قلت لايزوزومال ستورج ديزيز كده. جلايكوجين ستورج ديزيزز دي مجموعه من الامراض او الاسم التاني بتاعهم بيسموها جلايكوجينوزس. اوكي، ودول بيكون فيهم بقى مشاكل في الانزيمز المسؤوله عن الجلايكوجين ميتابوليزم، مش هنخش في تفاصيلها لان انا حسب علمي ان انتوا خدتوها كويس جدا جدا في البايوكيمستري. المهم اند اوف ذا داي ان في جلايكوجين زياده مترسب في الخلايا. تمام، طيب الحاجه الثانيه دايابيتس ميليتس، وانا عارفه ان في خلاف في الموضوع ده وانه في البايوكيمستري مش ده بالظبط الكلام اللي متقال، هو الحقيقه ده موجود عندنا في التكست بوكس بتاعتنا، ويعني بعد ما تفهمنا مع البايوكيمستري هو قالوا ان يعني بعض الاحيان الرير الاولد ستاند اللونج ستاندنج دايابيتس ممكن، مش عارفه ايه، خلاص ما تلخبطوش نفسكم، مش مهمه خالص، لو عايز تشطبها من عندنا اشطبها، هي طبعا اكيد اهم هناك اكتر بكتير. انا بالنسبه لي مهم ان انت تبقى عارف بس شكل الجلايكوجين، احنا بتوع اشكال اصلا، شكل الجلايكوجين لما يبقى ديبوزيتد جوه الخلايا ايه بيبان اس كلير فاكيولز. بصوا ده دي خليه دي برضو هيباتوسايت، ده شويه جلايكوجين طبيعي اللي هو متخزن فيها فور نورمال انرجي سورس، لو زاد يبان لي بالمنظر ده تلاقي الخلايا كلها برضو كده ايه كلير فاكيولز. وسؤال بقى مهم بالنسبه لي انا هنا كباثولوجي جدا، افرق ازاي بين المنظر اللي قدامي ده والاستياتوزس، اللي هناك ديبوزيتد تريجليسرايد واللي هنا ديبوزيتد جلايكوجين، افرق ازاي؟
لو ركزتوا كده ورجعتوا للهيستولوجي كان معلمينكوا ستينز تعرف لك الفات، اعمل سودان 3 او وات ايفر ستين هما قايلين لكم عليها يعرفني ايه ان ده فات. وبالنسبه للجلايكوجين ممكن عندنا ستين اسمها بيريودك اسيد شاف او وات ايفر برضه، يعني المهم ان انا كاتش اند اي ممكن اشك اقول لا لا اصل النيوكليس هنا شكلها في النص، لا شكله اكتر جلايكوجين، بس ما اقدرش احلف، ما اقدرش احلف. عايز تحلف نعمل سبيشال ستين، تمام؟ اهو ده بقى اللي مهم عندي. اما قصه الدايبيتس ما تلخبطوش نفسكم، ممكن تمشوا مع البايوكيمستري سيفلي. اوكي طيب، يبقى الجلايكوجين انا مش هقول عليه اكتر من كده، شكله بيبقى مهم عندي بس انت بعرف شكله بيبقى عامل ازاي، بيبقى بيبقى كلير فاكيولز اوكي جو انتراسيلولر طبعا، وده اشهر حاجه تعملها هي الجلايكوجين ستورج ديزيزز او اللي هي مشاكل في الانزيمز بتاعه الجلايكوجين ميتابوليزم او اللي بنسميهم جلايكوجينوزس. نرجع تاني للاندكس بتاعه كده، خلصنا ايه؟ خلصنا الليبيد اللي هي كانت اتكلمنا على الترايجلسرايدز او اللي هو الاستياتوزس، وده كان انتراسيلولر، او الكوليسترول اللي هو يعني مينلي انتراسيلولر بس ممكن برضه يبقى اكستراسيلولر، وفهمنا ان احنا بنشوفهم فراغات بحسب اشكال بقى، يا اما مالتيبل سمول دروبليتس، يا اما سنجل لارج فاكيول، يا اما كليفت لايك على حسب. وبعدين رحنا للتشينج التاني اللي هو الهايلاين، وده قلنا قصص كتيره كتيره مش ماده واحده معينه اللي بتبقى ديبوزيتد يجمعهم ان شكلهم جلاسي هوموجينس بينك. الحاجه الثالثه جلايكوجين، والجلايكوجين بنشوفه ازاي؟ بنشوفه كلير برضو شبه الليبيد، وهنا بينفعنا جدا السبيشال ستينز اللي اتعلمناها في الهيستولوجي. نروح للحاجه الرابعه عندنا اللي هي البيجمنتس او الصبغات، والصبغات دي موضوع طويل زي ما انتم شايفين كده، هناخد في بقيه محاضره النهارده والغالبيه بتاعت محاضره او يعني الفيديو الجاي باذن الله. طيب البيجمنت دي ممكن تكون اكسوجينس خارجيه عن الجسم او اندوجينس بيجمنتس طبيعي موجوده في جسمي بس في الحاله دي ايه زادت. طيب يلا نبدا الاول بالاكسوجينس بيجمنتس، واهم واحده فيهم عندنا هتبقى الكربون. طيب اهو بيقول عندنا البيجمنتس ممكن تبقى اندوجينس يعني من جوه الجسم بس في اكيوميليشن غريب ليها، او اكسوجينس جايالي من بره. هنبدا بالاكسوجينس، واهم حاجه فيهم عندنا هي الكربون. انا وانت عندنا كربون في الرئه بتاعتنا، ازاي دخلنا منين؟ مع في البوليوشن، في بعض الكربون بارتيكلز موجوده في الهواء بنتنفسها مع الهواء. طبعا الموضوع يفرق اذا كنت انت عايش في حته اوربن مثلا ولا رورال، في حته جنب مصنع ولا جنب البحر، يعني على قد البوليوشن اللي انت متعرض له، لكن كلنا عندنا سام سورت اوف كربون دخل الرئه. طب وبعدين دخل الرئه هنعمل ايه؟ هتيجي الخليه حبيبتنا اللي هي الماكروفيجز اللي بتاكل اي بلاوي ومصايب داخله لنا، تاكل الكربون ده وبيبقى منظرها بالشكل ده لونها. طبعا ادي الماكروفيج، ماكروفيجيا اهي دي خليه واحده، والنيوكليس على فكره الزرقاء اهي، والسيتوبلازم كله مليان بالبيجمنت الايه ماشيها سودا بقى، عشان احنا هناخد الوان كتير قوي في البيجمنت، في بني مصفر وفي بني مغمق وفي بني على اسود وحاجات كده، فخلينا دي ايه نعتبرها كانها بلاك. تمام، يبقى انا شميت الكربون اخدته الماكروفيج، والماكروفيج دي يا اما هتقعد في الرئه يا اما ساعات تاخد الكربون ده وتمشي بيه تخش في ليمف فيسل اللي هي وتروح على الغدد الليمفاويه اللي هي الليمف نودز. طبعا كل حته في جسمنا ليها ليمف نودز مسؤوله عنها، فبتوع الرئه اسمهم تريكيو برونكيال ليمف نودز اللي هي الليمف نودز اللي حوالين التروكيا والبرونكاي. تمام، يبقى تاني ايه اللي حصل؟ شميت كربون مع الهواء اخدته الماكروفيج وراحت بيه على ايه الليمف، بتقعد في الرئه وتروح بيه على الليمف نود. فالشخص ده لو بصيت على الرئه بتاعته هتلاقي فيها نقط سودا، النقط السودا دي لو خدت منها بقى سكشن تحت الميكروسكوب هلاقيها عباره عن كربون ليدن ماكروفيجز. البروسيس دي بنسميها انثراكوزس، انا وانت عندنا some degree of anthracosis. اوكي طيب، يختلف على قد ايه؟ زي ما قلت لك على قد الكربون اللي انت متعرض له. خطر بقى الانثراكوزس ده، اخاف يعني ولا ايه؟ والله بص، هو لو على قد شويه بوليوشن عاديه كده المستأنس اللي احنا متعرضين له ده، اعتقد ان هو ان شاء الله مش هيكون مشكله، لكن لو حد متعرض لكربون بكميات عنيفة جدا والفترة طويلة جدا، هنا تبدأ تحصل المشاكل. حاجة زي اللي بتحصل في عمال المناجم الفحم كول ماينرز، هو ده الشخص ده بيصحى كل يوم الشغل، يروح بيصحى كل يوم الصبح يروح الشغل يشم كربون ويرجع، هو ده اللي هو بيعمله، شغال في الكربون. اوكي، فالرئه بتاعته متبهدله من كميه الكربون اللي داخلها وكميه كبيره جدا، فبيبدا يحصل بقى هنا تبدا انفلاماتوري بروسيس محترمه، انفلاميشن التهاب، والالتهاب زي ما قلنا لتالت مره النهارده يعمل فايبروسيس. ف
تتخيل ان الرئة بتاعت الشخص ده ممكن تتحول في الاخر للمنظر ده، حتة ليفة سودة من كتر الكربون اللي شمه وعمل له انفلاميشن، والانفلاميشن عمل فايبروزس، وطبعا اللون هيبقى اسود من كتر ايه الكربون. مرض مرض بنسميه كول وركرز نيموكونيوزس. الانثراكوزس احنا كباثولوجيست بنوصفه ك فايندينج، يعني وصف كده اللي هو انا اكيد كانت جايه لي البيوبسي من الرئه دي او من الغده الليمفاويه دي لسبب ما تاني، وبقى وانا بدور وانا بشخص السبب التاني ده لقيت شويه انثراكوزس فوصفتهم كده من باب الوصف، لكن مش ده المشكله. انما كول وركرز نيموكونيوزس ده مرض قد يؤدي الى ضياع الرئه. الرئه دي اكيد التنفس فيها مش حلو، اكيد فانكشن بتاعتها ايه باظت. اوكي، فطبعا بيبقى مهم جدا للناس اللي بيشتغلوا في المناجم بتاعت الفحم دي، بيعملوا لهم بروتكتيف ميجرز وبيلبسوهم حاجات وريسبيراتوري فلترز وحاجات زي كده علشان خاطر يقللوا اللود اللي داخل لهم ده. وبيبقى ليهم طبعا اكيد هيلث انشورنس، وبيبقى ليهم حاجه زي ايه روتيشنز كده اللي هو ما يشتغلش في في المنجم ده فتره او 5 سنين مثلا، ده كده يعني هتبقى الفانكشنز بتاعت الرئه بتاعته هتتاثر جامد. فاحنا مثلا هنشغله هنا سنه وبعدين نعمل له روتيشن في مكان تاني ويجي غيره وبعد فتره يبقى يرجع يعني كده يعني. اوكي، لان ده طبعا خطر، يعني خطر اللي هو الموضوع الكول وركر نيموكونيوزس، كول فحم وركر شغال في الفحم نيموكونيوزس ده مرض هناخده ان شاء الله السنه اللي بعد الجايه في الريسبيراتوري في سنه ثالثه. وهنقول عنه انه بيبقى زي تجمعات لاشياء مختلفه برضو يعني في الرئه بتؤدي لفايبروزس في الرئه، طبعا على اشهرهم وعلى راس القائمه بيبقى الكربون. تمام، يبقى انا كده بتكلم على اول اكسوجينس بيجمنت عندي اللي هي الكربون، موجودة في أغلب البشر بنسميها أنتراكوزس، بتبقى عبارة عن بيجمنت أو كربون ليدن ماكروفيجس موجودة في الرئة وفي الليمف نودز اللي دريننج الرئة. ده مش مشكلة أو المشكلة لو الموضوع عنيف وطويل. قلت حاجة شبه كده النهاردة الاستياتوزس، زي ما قلت لك لو استياتوزس بسيط كده خلاص مش مشكلة هيبقى ريفرسيبل كمان لو ايه شلنا السبب، انما لو طويل ومستمر وكربون كتير والمشكلة ما اتحلتش ساعتها ممكن يبدأ يحصل انفلاميشن وفايبروس. اهي دي نفس الفكرة، الانثراكوزس كربون موجود عند كل الناس او اغلب الناس ماشي، الا بقى لو واحد يعني بقى عايش بقى في الخير، ما اعرفش ده متهيألي ما بقاش موجود الكلام ده او مش موجود في مصر يعني خلاص. طيب لكن الرئه اللي بنشوفها ما بيبقاش فيها انثراكوزس صحيح، اللي هي الرئه بتاعت الاطفال، لو يعني طفل مثلا توفى او حاجه وفي التشريح وكده بنلاقي الرئه دي الرئه الوحيده لسه ما لحقش يشم يعني. تمام، انما لو الموضوع طويل ومستمر زي في العمال بتوع المناجم اللي هو الكول ماينرز ممكن يعمل مرض قد يؤدي انه يبوظ الرئه خالص، فايبروزس في الرئه وتليف في الرئه اللي هو الكول وركرز نيموكينوزس. اوكي، طيب دي كانت اول اكسوجينس بيجمنت عندنا اللي هي الكربون. تاني واحده اللي هو التاتو. التاتو ده لما الناس بتحقن البيجمنتس دي في الجلد بتاعها، الجلد عندنا في الماكروفيجس اهي زي اي حاجه يا جماعه غريبه تعرف ان الماكروفيج هتيجي تاكل. فاحنا عندنا الديرمس ده اللي هو الطبقه اللي تحت الايبيديرمس اللي هو يعني الطبقه بتاعه الجلد بتاعتنا، ففيها خلايا اسمها ديرمال ماكروفيجس، احنا حقنا لهم البيجمنت اهو اللي هو التاتو، فهي هتاكلها وهتثبت في مكانها. ذات واي على فكره التاتو شكله بيفضل ازاي يعني البيجمنت هتقعد كده زي ما هي بنحقنها ازاي، بيجي تاكلها ايه الماكروفيجس تعمل لها بيرمننت لوكاليزيشن في الجلد ويفضل بقى ايه الشكل بتاع التاتو. دول كده كانوا الاثنين اكسوجينس بيجمنتس اللي عندنا اللي هم الكربون بارتكلز والتاتو. يبقى انا كده اخدت ايه من الاول تاني، خدت ليبيد ترايجلسرايدز ودول اللي هو الاستياتوزس وده انتراسيلولر، وادي الشكلين بتوعه الاحتمالين بتوعه. خدت كوليسترول زي في الاثيروسكليروزس وفي الذانسوما، بتشوفيه ازاي الكوليسترول ده بشوفه ايه يعني ميدل شيبت كريستلز كده او كليفت لايك كده، هو ده شكل الكريستلز بتاعته وهو داب بسبب البروسيسنج فخلاص فهيبان لي كده. هايلاين واتفقنا ان ده ممكن يبقى انتراسيلولر او اكستراسيلولر وبيبان هوموجينس بينك جلاسي بيلمع، وده اتفقنا برضو انه مش مرض معين اسفه، ممكن يبقى انتراسيلولر زي الراسل والمالوري باديز، ممكن يبقى اكستراسيلولر زي في السكورز او في الهايبرتنشن which is important. خدنا الجلايكوجين وقلنا ده بيبان برضو as clear vacuoles كده، وعرفت ازاي او قلت لك ازاي تفرقوا ما بينه وما بين الليبيد. وبعدين رحنا للبيجمنتس وقلنا هنقسمهم لاكسوجينس واندوجينس. اكسوجينس حاجات غريبه على الجلد زي الكربون، ودي كلنا عندنا some sort of it اللي هو الانتراكوزس، لكن ساعات بيبقى خطر وحكيت لكم خطر في مين الكول وركرز نيموكونيوزس.
او التاتو، والاتنين دول كانت البوزيشن بتاعتهم انتروسيلولر. هناخد دلوقتي اول واحد بس كمان من الاندوجينس بيجمنتس اللي هو اللايبوفيسين بيجمنت، وان شاء الله نكمل الباقي في الفيديوز القادمه. اول بقى بيجمنت عندنا من الاندوجينس حاجه بنسميها لايبوفيسين بيجمنت، او الاسم التاني بتاعها وير اند تير بيجمنت. ايه قصه البيجمنت دي؟ ديورينج ميتابوليزم، عايز اقول نورمال ميتابوليزم، ممكن يحصل بعض الايه البرودكشن بتاعت الفري اوكسجين راديكلز. اوكي عارفه طبعا انه ده لو كتير والبرودكشن بتاعها كتير ده في حد ذاته سبب لاسباب السيل انجري، وخدنا الكلام ده في الشابتر اللي فات، لكن انا بتكلم دلوقتي على مينيمال برودكشن لاوكسجين فري راديكلز ديورينج النورمال ميتابوليزم. تمام، يبقى مينيمال ونورمال. اوكي طيب، فالاكسجين فري راديكلز دي هتبدا تعمل بيروكسيديشن للليبيدز اللي في السيل ممبرين بتاع الخلايا، ينتج عن البيروكسيديشن ده بيجمنت بنسميها لايبوفيسين بيجمنت، بتكون لونها كده يلو تو براون كده. يبقى تاني ايه اللي حصل؟ نورمال ميتابوليزم، ظهرت معاه بعض الاكسجين فري راديكلز القليله جدا، عملت بيروكسيديشن في السيل ممبرين، الرياكشن ده نتج عنه ايه؟ لايبوفيسين. طيب اللايبوفيسين ده خطر؟ لا مش خطر، ولا انجيريوس للخلايا، ولا بيعمل لنا اي مشاكل، هو دليل ساين. ساين لايه؟ ساين لان الخلايا دي عايشه بقالها كتير وحصل فيها ميتابوليزم كتير، وبدات بعض الاكسجين فري راديكلز تتعمل، وعملت القصه بتاعت الليبيد بيروكسيديشن، لكن مش خطر اللايبوفيسين. طيب بتشوفي اللايبوفيسين انت في خلايا مين؟ اولا بشوفه في الاولد ايج، في اغلب خلايا جسمهم، موست كومنلي الليفر والهارت. الليفر ده يا عيني طبعا متبهدل معانا في كل ما هو ليه علاقه بالميتابوليزم، والهارت، الهارت بالذات وبالاخص، وهنهتم بالهارت وهندي عليه مثال في العملي، لانه خلايا الهارت دي الخلايا اللي انا اتولدت بيها، هي نفس الخلايا اللي انا هموت فيها، مفيش رينيوول، فهي من يوم ما اتولدت وبدا قلبي يدق والميتابوليزم بتاعت الخلايا في قلبي، ويحصل شويه اوكسجين فري راديكلز ويعملوا ليبيد بيروكسيديشن للسيل ميمبرينز، واكيوميليت ايه اللايبوفيسين جوه الخلايا. طبعا دي بيورلي انتراسيلولار بروسيس، مفيش هنا حاجه اكستراسيلولار خالص، كله جوه الخلايا. اللايبوفيسين ده انتراسيلولار بيجمنت. اوكي يبقى طبيعي ان انا اشوف لايبوفيسين لو انا واخده بايوبسي من حد اولد ايج، يس، لانه بقالنا كتير بقى في الميتابوليزم ده، وابتدى اللايبوفيسين ايه يتجمع على مر السنين. لكن ممكن اشوفها في حاجه مش طبيعيه، لو شفتها دليل على ان في هنا، لو مثلا حد صغير مش حد كبير يعني شفتها، فده دليل على ان الجسم ده فيه عنده increased metabolism او increased catabolism actually، يعني ابتدى يبقى عنده الكاتابوليزم في الخلايا بتاعته كتير، وبالتالي الاكسجين فري راديكلز كتير، وبالتالي اللايبوفيسين هيزيد حتى لو هو مش old age. examples هنا عندك، مديك 2 examples، عيانين السيفير مال نيوتريشن اللي هم مش بيتغذوا كويس زي مثلا اطفال المجاعات، بيبدا الجسم يكسر في نفسه، خلاص انا هعمل ايه؟ طيب ما فيش انابوليزم، فهبدا اجيب انرجي سورس منين؟ اني اعمل ايه كاتابوليزم. فالميتابوليزم في الاشخاص دي بتبقى عاليه جدا، وبيبدا ده ينتج عنه production للأكسجين free radicals و lipid peroxidation في السيل ممبرين يعني، و lipofuscin production. ده واحد. الحاجة التانية عيانين الكانسر المالignant tumors، يعني خاصة في الادفانسد ستيج، انت لو شفت حد عيان كانسر يعني ربنا يعافي الجميع يا رب ويبعد عننا، لو بصيت عليه هتلاقيه انه هو في مراحله الأخيرة بقى رفيع قوي، ضعيف قوي، جسمه كله رفيع. طب ليه؟ الورم ايا كان مكانه، يعني مثلا نفترض ان ورم في القولون مثلا او في المثانه او وات ايفر، بيطلع برودكتس بتزود الكاتابوليزم في الجسم كله، يبقى جسمه كله عمال يتكسر فيه الخلايا، يعني الكاتابوليزم فيه عاليه جدا، وبالتالي الاكسجين فري راديكلز برودكشن عالي جدا في جسمه كله مش في مكان الورم بس. خلاص، فالناس اللي بتقول لك ايه يعني هو الاشخاص اللي هم الليت ستيج او ادفانسد ستيج مالجنسي دول، هو اكله كويس، اصل الورم بياكل، الورم بياكل اكله، هو مش بمعنى بياكل اكله، هو الورم معلي له الميتابوليزم في جسمه كلها بسبب برودكتس برودوسد باي الورم. يبقى طبيعي اشوف لايبوفيسين في نورمال حد، طبيعي في مين؟ في الاولد ايج. لو شفته كتير في حد مش اولد ايج، اعرف ان ده الشخص ده في هايبر كاتابوليك ستيج، ودور بقى السبب، يعني مال نيوتريشن ولا كانسر، ولا مثلا العيانين اللي عندهم سيروتوكسيكو اللي هو الفانكشن بتاعت الثايرويد جلاند بتاعتهم عاليه، ده برضو بيكون وضعهم، وهكذا. تمام، يبقى تاني اللايبوفيسين بيجمنت اذا انتراسيلولار بيجمنت. تمام، ايه سببها؟ سببها اوكسجين فري راديكلز عملت ليبيد بيروكسيديشن للسيل ممبرين. طيب ده ممكن يكون طبيعي، ممكن دول يكونوا ديورنج نورمال ميتابوليزم، وده خاصه بنشوفه في الاولد ايج، خاصه في الهارت.
تمام، لكن ممكن اشوفه في حد صغير او ممكن، بس كده معناه ان هو ايه الميتابوليزم بتاعته بقى عاليه، شوف ايه هي المشكله او ايه السبب. طيب بتشوفوها ازاي بقى اللايبوفيسين بيجمنت دي؟ قلنا ان لونها بيكون يالو براون كده ومحببه انتراسيلولارلي بس، يعني سيتوبلازميك يعني جوه الخلايا، وغالبا بتبقى بيري نيوكلير. يعني بصوا دي المفروض انها هارت سيلز، اوكي ادي اهي الخلايا، بصوا دي نيوكليس وعلى جنبين الايه النيوكليس نلاقي في الايه اللايبوفيسين بيجمنت او اللي هي اليالو جرانيولار ايه بيجمنت دي. يبقى هي يالو براون، يالو تو براون بيجمنت اللي هم انا ملوناها كده بالظبط، فاينلي جرانيولر وبتبقى سيتوبلازميك حوالين ايه النيوكليس. ده شكلها تحت الميكروسكوب. هنا بقى مدينكو اكزامبل ليه علاقه للايبوفيزين، موضوع مهم الى حد ما، يعني عندنا كمان منه جار في العملي اللي هي الصوره اللي قدامنا دي، حاجه اسمها براون اتروفي اوف ذا هارت. ايه اللي حصل؟ الهارت اللي قدامنا ده بتاع شخص كبير سينايل، ففي حاجتين، في لايبوفيزين بيجمنت، اتفقنا انه لايبوفيزين بيجمنت دي بتاكيوميليت مع السن وخاصه في تيشوز بيرمننت زي الهارت، فبالتالي لونه براون، وكمان الهارت ده اتروفيك. ليه بقى؟ في الاولد ايج عامه الميتابوليزم بتبقى بعافيه شويه، يعني خلاص ما بقيناش قادرين نعمل ميتابوليزم كويسه قوي وانابوليزم وكده، فالجسم كله 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 يا جماعه بيبدا يضعف. روح كده لجده او تيتا لو هم عايشين يعني ربنا يديهم الصحه، وقول لهم اديني صورة ليك، مثلا لو هو دلوقتي مثلا 65 او 70 اديني صورة وانت مثلا 45 او 50 سنة، بص كده على الصورة وقارنها بالشخص اللي قدامك، هتحس ان الشخص كله كله على بعضه حجمه relatively صغر، جسمه ظهره محني شوية، عضلاته wasted شوية مقارنة بزمان، عظمه أضعف، تيتا شعرها كان جميل وطويل وتقيل دلوقتي ما بقاش كده بقى أضعف شوية، ضوافر أضعف، كله أضعف أضعف، كل الجسم أضعف. ليه؟ لأن الميتابوليزم نفسها بقت أضعف، فبيحصل حاجة اسمها بنسميها generalized atrophy، الجسم كله 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 كش صغر. ليه؟ على قد بقى الميتابوليزم بتاعتنا معيشين إيه نفسها، مفيش وقت بقى للشعر الطويل والكلام ده دلوقتي، تمام؟ في الأولد إيج بيبقى في حاجة اسمها generalized atrophy في الجسم، ماشي، وده برضو بنعتبره normal process، يعني إن شاء الله هناخد الأتروفي السنة الجاية وبنقول بنقسمه لفيسيولوجيكال وباثولوجيكال، ومن تحت الفيسيولوجيكال دي اللي هي الباثولوجيكال process بنحط تحتيها الإيجينج، تمام؟ طيب فده شخص هارت بتاع شخص كبير، فهو اتروفيك ولونه بني. اتروفيك ليه؟ لانه جزء من الجنرالايزد اتروفي اللي بيحصل في الاولد ايج، ولونه بني ليه؟ جزء من الاكيوميليشن او سببه يعني الاكيوميليشن بتاع اللايبوفيسين بيجمنت اللي برضو بتحصل في الاولد ايج. فين الكلام ده؟ ليه الهارت ده اتروفيك؟ بصوا يا جماعه اللي انا ماشيه عليه دلوقتي ده، الحته دي هي الهارت، دي سيبك منها دي الاورطه وكده، فده كله هارت بتاع يعني ده على بعضه كده هو ده الهارت بتاع شخص اربعه تشامبرز وشكلهم كده، لا ده الهارت ده طبعا صغير، فالهارت بنقول عليه صغير واسود او بني، يعني صغير جزء من جنرالايز اتروفي لان ده شخص كبير، بني عشان فيه لايبوفيسين كتير، الخلايا دي هي من يوم ما الراجل ده اتولد، اوكي. طيب وبنقول ان احنا هيبقى عندنا دليل تاني على ان يعني غير ان انا رسمت لك كده، يعني ما انت ممكن تقول لي انت مصغره الصوره ولا اي ولا الصوره متصوره بزاويه مش عارفه ايه، عندي دليل تاني على ان الهارت ده اتروفيك هوريكم هنا. بصوا دي صوره من ظهر الجور، هو نفس الجور، بصوا الحاجات المتورشس الملولوه دي، التورشس الملولوه دي، التورشس الملولوه دي، دول مين؟ دول الكورونرز. احنا كنا الكورونرز دي كنا مشدودين على الهارت كده وقاعدين جوه البريكارديال ساك وايه والدنيا مظبوطه بالسنتي، حصل لي اتروفي في الهارت، اوكي، فابتدت الكورونرز دي ايه تريح تلولو تورتشوس. ليه؟ لان هي ما بقتش مشدوده على الهارت، خلاص الهارت لما كش الكورونرز دي ايه بقت تورتشوس. الحاجة التالتة ان الهارت ده عندنا متحوط ببريكارديوم وحواليه فات، فالفات ده برضو بيحصل له اتروفي عادي، جزء من الايه جزء من ما انا بقول لك جنرالايزد اتروفي، كل الجسم كش، اوكي، فبيبدا الفات ده يعني يقل كده ويبقى يجي مكانه ماتيريال سيرس، سيرس يعني فلويدي يعني ووتري شبه الميه، ماتيريال شبه الميه كده، ده معنى كلمه سيرس عندنا في الباثولوجي، فلويد شبه الميه، ووتري فلويد.
فالووتر فلويد ده مع بواقي الفات بيعمل لك منظر كده جالي لايك، شبه المنظر ده، تلاقي كأن الايه الهارت متحوط بحاجات كده شبه ايه، شبه الجالي. يبقى تاني وصف الجار بتاع البراون اتروفي عشان ده مهم جدا عندنا، هارت صغير وغامق بني او اسود. صغير ليه؟ جزء من جنرالايزد اتروفي. غامق ليه؟ ديوت اكيوميليشن اوف ذا لايبوفيزين بيجمنت، عشان كده حاطينه هنا. لا عايزه اقول لكم واحنا بناخد ان شاء الله السنه الجايه الاتروفي هجيب لكم نفس الجار تاني، تمام؟ طيب ايه دليلك على انه صغير؟ ان الكورونريز تورشوس، فمعنى كده ان الهارت ده هما كانوا مفروض مشدودين عليه والهارت ده كشف فهم ريحوا. وال البريكارديوم برضو حاصل فيه اتروفي في البريكارديال فات، ويبقى مكانه شويه ميه كده، فبقى شكله في الاخر شبه الجالي، جالي لايك ابييرنس للبريكارديال فات، بنسميه سيروس اتروفي. يعني اتروفي في الفات ومعاه سيروس فلويد اللي هو ووتري فلويد، فاداني الشكل اللي هو ايه الجيلي لايك اللي هو هنا بالنسبه لنا ده، وهنا طبعا باينه جدا دي، تمام؟ يعني مناسبه ادي الثلاث جارات اللي خدناهم النهارده. عايزه اقول لكم في منهج سنه اولى اعتقد كده فاضل جار واحد بس، فهو يعني موضوع ملموم. مين ده؟ ده الليفر اللي هو كان فيه ايه، كان فيه استياتوزس، كنت بتقولي عليه ايه، كبير واصفر وطري. عرفت منين انه طري او سوفت؟ لان البوردر بتاعته بلجنج. وادي الهارت اللي كان فيه برضو فاتي تشينج، فكان فيه اسود والترنيتنج مع بني، فسموه تابي كات ابييرنس، تمام؟ واخيرا ده الهارت بتاع الاتروفي، ده اللي فيه شويه تفاصيل كتير، ان الهارت صغير وبني، ودي اهم كلمه عندنا فيه بصراحه. وما دام هو الهارت صغر فالكورونريز بقت تورشوس، وكمان ايه في حاصل سيرس اتروفي في الفات اللي حوالين الهارت، فبقى عندنا حاجات جيلي لايك. يبقى انا قلت ايه لغايه دلوقتي قبل ما نخلص البراون اتروفي اوف ذا هارت، واتكلمتكم عن اللايبوفيسين بيجمنت، وقلت لكم بتيجي منين، واشوفها عادي فين، ولو شفتها في حق في اللي هو فين اللي هو الاولد ايج، ولو شفتها في حد صغير افكر في ايه. وبعدين اتكلمنا عن شكلها تحت الميكروسكوب اللي هي بتبقى عباره عن بيجمنت يالو براون جرانيولر، وجوه السيتوبلازم بالاخص محوطه النيوكليوس. وبعدين اتكلمنا عن اكزامبل لللايبوفيسين بيجمنت اللي هو البراون اتروفي اوف ذا هارت، ووصفنا شكل الجروس بيكتشر بتاعته، ايه شكل الميكروسكوبيك بيكتشر بتاعته، المسلز اتروفيك وفيها البيجمنت اللي هي اليارو براون بيجمنت اون بوث سايدز اوف ذا نيوكليوس، اهي واهي 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 واهي. يبقى كلمه براون اتروفي اوف ذا هارت دي بالنسبه لي سحر، منها وصفت الجروس هارت صغير وبني، ودي كانت اهم جمله، صحيح في جمل ثانيه بس جبنا اهم جمله. فتحت الميكروسكوب muscles atrophic، ما هو اسمه براون اتروفي، وفيها بيجمنت اللي هو ايه اللي هي اليالو براون. ودي كانت اول واحده من الاندوجينس بيجمنتس بتاعتنا اللي هي اللايبوفيسين بيجمنت. كده احنا وصلنا لاخر الفيديو ده، اتكلمنا عن الليبيدز. الليبيدز دي قلت ممكن تبقى ترايجلسرايدز زي الاستياتوزس او كوليسترول، واتكلمت في الترايجلسرايدز عن او الاستياتوزس يعني عن الاسباب والباثوجينيسيس والشكل جروسلي والشكل مايكروسكوبيكالي، وقلت الاحتمالات يا تبقى فاكيولا واحده كبيره يا مالتيبل سمول دروبلتس. واتكلمت عن الكوليسترول واديت له مثالين مرضين مهمين، واحد مهم قوي بصراحه اللي هو الاثيروسكليروزس، مرض تصلب الشرايين، وقلنا بنشوف فيه كوليسترول عامل زي الايه الشقوق كده كليفت لايك سبيسز. وبرده اتكلمنا عن حاجه تانية زانسوما اللي هي دليل على ان الشخص ده هايبر ليبيديميك، الكوليسترول بيأكيوميليت جوه الماكروفيجز اللي هي الفوم سيلز وبيعمل لي ليجنز صفراء. اتكلمنا بعد كده عن الهايلاين تشينج اللي هو مش مرض ولكنه ابنورمال اكيوميليشن لحاجات سواء انتراسيلولر او اكستراسيلولر، وده ده وصف مش تشخيص، اوكي؟ الانتراسيلولر ممكن في الكرونيك انفلاميشن راس البادز، في الكرونيك الكهوليزم مالوري بادز في الليفر، الاكستراسيلولر في الجروح القديمه، في التيومرز القديمه الحميده، في الهايبرتنشن جوه الوول بتاع الفيسلز بتخش بلازما بروتينز وهي دي اللي بتبان لي از هايلاين، تمام؟ الجلايكوزين ده انتروسيلولر بيحصل خاصه في الليفر في الجلايكوجين ستورج ديزيز، وبيحصل في اماكن تانية طبعا، يعني اشهر حاجه ليه جلايكوجين ستورج ديزيز، وبيبان لي اس كلير فاكيولز. وبعدين بدانا في البيجمنتس، قلنا في حاجات اكسوجينس زي الكربون اللي بنشمه مع الهواء بيخش يقعد في الرئه جوه الماكروفيجس ويروح للليمف نودز، البروسيس دي بنسميها انتراكوزس. لو الانتراكوزس ده عنيف جدا 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 يبدا يعمل انفلاميشن في اللنج وفايبروزس، وبنسميها حاجه بنسميها كول وركرز نيموكونيوزس، لان طبعا اشهر وضع يحصل فيه القصه دي هي في عمال مناجم الفحم.
وبعدين اتكلمنا عن التاتوينج وقلنا الفكره بتاعته ان الماكروفيجز بتاكل البيجمنت وتقعد تحت الجلد فعشان كده التاتو شكله بيثبت. وبعدين اتكلمنا عن الاندوجينس بيجمنتس، اول واحده فيهم اللي هي اللايبوفيسين. اللايبوفيسين دي مش خطر، مش انجوريوس، بالعكس دي موجوده اصلا طبيعي في اي حد كبير في الخلايا بتاعته، دليل على برولونجت ميتابوليزم، والميتابوليزم دي بيطلع معاها بعض الاكسجين فري راديكلز. الاكسجين فري راديكلز دي بتعمل بيركسيديشن للليبيدز اللي في السيل ميمبرين بتاع الخلايا وينتج عنه بيجمنت لونها براون يلو، طبعا بيورلي انتروسيتوبلازميك بالذات حوالين النيوكليس. وكلمنا عن موضوع اسمه براون اتروفي اوف ذا هارت، عندنا فيه جور مهم قوي، هارت اتروفيك وصغير علشان ده حد كبير، ولونه براون او بلاك علشان فيه بيجمنت برضو علشان ده حد كبير، وبالتالي بما ان الهارت صغير الكورونرز بقت تورتشوس، وحصل معاها برضو نوع تاني من الاتروفي في البريكارديال فات، وبتبقى ريبليسد بسيرس فلويد ووتري فلويد، فيبقى شكله في الاخر عامل زي الجالي لايك كده. هنقف هنا ونبدا ان شاء الله في المحاضره الجايه من اول الميلانين بيجمنت.